ليلة في حديث القاهرة، شلل في الاتصالات يضرب العالم ولا أحد يجيب. الأهالي والطلاب يستغيثون، ما حقيقة أزمة الحاصلين على الشهادة البريطانية؟ وهل لا يجدون مكاناً يناسبهم حتى في الجامعات الخاصة؟ من الولايات المتحدة نحقق، هل يكون هذا الدواء هو الضربة القاضية لخطر كورونا؟ ومعنا الإعلام الكبير زاهي وهبي يتحدث إلينا، كيف يرى الإعلام العربي وما توقعاته للوزير جورج قرضاحي؟ ما خطواته الشخصية القادمة في الإعلام؟ وزيارة خاصة إلى صفحة الحوادث، هل تغيرت طبيعة الجرائم في مصر؟ مناقشة مفتوحة مع الكاتبين الكبيرين محمد صلاح الزهار وسامي عبد الرضي. كل هذا وأكثر في حلقة الليلة. أهلا بكم في حديث القاهرة. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حديث القاهرة. يعني عندنا النهاردة قصص وحكايات عديدة، ويمكن أولها وأهمها على الساحة اللي قالها خيري من شوية، اللي هقول له قبل وبعد وأثناء. شفت أنا باخد كلماتك إزاي؟ أيوة. مساء الورد يا خيري. مساء الفل يا كريمة. مساء الفل. يا نهار أسود يا أولاد. أبيض أبيض إن شاء الله. إحنا الكهرباء لما كانت بتقطع في بلدنا بنحس إن إحنا انعزلنا عن العالم. كهرباء لما المية تتقطع نقول يا وقعة سودة على يد يوم. النهاردة مش للمية ولا الكهرباء، النهاردة حسينا ان احنا مقفول علينا في بيوتنا، في شوارعنا، في بيوتنا، في محلاتنا. الدنيا وقعت، لا في فيسبوك ولا في واتساب. واطفي الموبايل وافتح الموبايل، اقفل يا خير، لا ده لعب في الموبايل، طب اطلب من حد، طب حد يا ولاد يبعت لي رسالة. وقاعد الدنيا مفيش، في شغلنا قاعدين بره مش عارفين نشتغل، فيسبوك عطلان، نروح تليجرام، تليجرام عطلان، انستجرام راح، انستجرام راح. احنا بقينا الى هذا الحد اسرى وعبيد. العالم كله اتشل فعلا بالكامل. كيف اصبت بالشلل يا استاذه كريمه؟ والله مش انا اللي اصبت، التليفون مصاب. الحمد لله انا كويسه يا جماعه. بصراحه كان موقف لا يحسد عليه احد من كل الناس اللي تازمت حياتهم ومعتمدين بشكل اساسي على السوشيال ميديا، وخصوصا في شغلهم. في ناس شغلهم بيعتمد عليه، كلنا بيوصل لنا مثلا، احنا فريق البرنامج بنتبادل المعلومات والسكريبتات لحد اللحظه الاخيره على الواتساب. تخيلوا ان كل الناس هربت للتليجرام ولتويتر لان لا بديل عنهما. المصريين الطبيعي بتاعهم في المقام الأول تويتر، وبعده على طول فيسبوك، وبعد فيسبوك حط الباقيين اللي هم نفسهم ماسنجر وإنستجرام وكل الحاجات اللي بنعتمد عليها. تويتر كان مزقطط النهاردة، هو النافذة الوحيدة المفتوحة، فكله جري عليه. يعني على الأقل كان في بديل. طب ماذا لو لم يكن هناك بديل؟ حياتنا زي ما انت قلت بقينا معتمدين على التكنولوجي في حياتنا بشكل ولا كبير. حاجه رجال الاعمال الاستثمارات، الدكتور محمد فتحي رئيس البرنامج بيقول لي جيت اطلب تاكسي الاوبر ما عرفش يطلبه، الابلكيشن وقف، الدنيا عطلت. فاللي هنعرف نركب مواصلات، الشوبنج اللي الناس بتشتريه دلوقتي من الصابونه لازازه الميه لازازه الكوكاكولا كله ابعت وهات، ده كله يتضرب. احنا حياتنا بقت في ايد ناس ما نعرفهاش. تخيل في ايد عالم تاني خالص يستطيع انه يقفل علينا المياه والهواء. هذه كارثه. انت عندك شويه ارقام ممكن تقوليها لحد ما يجي خالد البرناوي قبل الكلام؟ ارقام خلينا نقول ان البنتاجون نفسه بيحقق في الموضوع. ايه اللي حصل؟ من الصبح طلع علينا الموضوع ان اسهم الفيسبوك نزلت 4.4 تقريبا 5% الصبح كده بقدرة قادر. ايه قدرة القادر دي؟ القادر ده كان بيشتغل جوه فيسبوك على حسب المعلومات اللي وصلت لنا، وكان بيسرب من وقت للتاني معلومات للصحافة، وتحديدا اسمها فرانسيس هوجن. طلعت امبارح فيه والاول مرة تعلن عن نفسها في اشهر برنامج تحقيقات موجود وبيناقش كل هذه الموضوعات، برنامج 60 مينتس. طلعت واعلنت عن نفسها ان اللي هي بتسرب، وهي كانت مديرة منتج داخل فيسبوك. تخيل ان المعلومات اللي سربتها ومجرد انها كشفت عن نفسها ينزل حاجه قيمتها بالمليارات 5%
يعني تريليون، اي يعني قالت لي ديانا على الايربيس تريليون، تنزلها 5% الصبح كده وبعد كده وقع الموضوع. 5% بتريليون؟ تخيل. امال 100% بكام؟ ما شاء الله طبعا، بس احنا حياتنا بقت متوقفه على ده. بقت حياتنا هفا. فيروس مش باين وابلكيشن، حياتنا بتقف، بنموت ونتحبس في البيوت. احنا انا فاكر لما كنا بنروح نطلب التليفون بالمنافله، ايوه محافظه، ويبقى بيت العمده اللي فيه تليفون لما تبقى فيه حاجه خطيره. دلوقتي بقت حياتنا كلها في بتاع قد الكف ويغلب الف، اللي كنا بنقولها فزوره زمان بقى يغلب ملايين. اللي بيحصل ده شيء يخوفنا. الدول صحيح. الدول يعني الصين عامله لنفسها باك اب مختلف، وعندها فيسبوك مختلف، وعازله نفسها عن التكنولوجيا دي عشان ما حدش يتحكم فيها. صح. بقيه دول العالم ممكن تعمل ايه؟ وغالبا احنا متجهين للاتجاه ان كل الناس هتستخدمه. تخيل 2.9 مليار مستخدم للفيسبوك في العالم، تخيل باقي الارقام اهي قدامك. وطبعا يعني 353 مليار، يا خبر دي فلوس ياما قوي، قيمه اسهم الفيسبوك. 35 مليار و3 من 10 مليار جنيه قيمه اسهم فيسبوك. لا مش جنيه، ده دولار. يعني هو مارك هيشتغل بالجنيه؟ مش ممكن. 70 مليار دولار عائدات فيسبوك سنة 2019 بس، وأما في 20 زادت شوية بقت 84 مليار دولار عائدات. دي قوة اقتصادية لا تنافس على مستوى العالم. على فكرة احنا ممكن ناخد معلومات عن الموضوع ده ليه، وايه ممكن يكون البديل ليه اذا كانت حياتنا بتتشل اذا حصل حاجه شبه كده. الدكتور، انا يعني مش عارف احنا معانا حد ولا لا. دكتور محمد الجندي معانا. دكتور محمد الجندي، طيب دكتور محمد الجندي خبير امن المعلومات، هو اللي ممكن يفيدنا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا صديقي العزيز. ازاي حضرتك؟ خيري واستاذه كريمه، مساء الخير على حضراتكم جميعا. مساء الفل يا فندم. مساء الخير. من حقنا نقلق للدرجه دي ونقول احنا في كارثه؟ طبعا. طب اشرح لنا. بص حضرتك، انا سعيد بالنقاش اللي حصل بين حضراتكم، انا سامعه طبعا في التليفون، وعايز اقول لحضراتكم ان دي الحقيقه. احنا بقينا يعني اسرى للتكنولوجيا، يعني كل ما هنعتمد على التكنولوجيا، ويمكن انا قلت الكلام ده كتير والله، الناس صحيح صدقني، يعني كل ما هنعتمد اكتر بس على التكنولوجيا كل ما هنبقى اسرى ليها، وكل ما هتؤدي الى مزيد من المشاكل في حياتنا، لان احنا هنبقى اكثر اعتماديه عليها. طيب دي نقطه حضرتك اتكلمت فيها كتير، انا مش عايز اكرر الكلام تاني، بس خليني اقول لحضرتك قولا واحدا عشان الناس اللي هتطلع في الاعلام كلها من اول يعني دلوقتي لحد بكره هيقعدوا يتكلموا في موضوع فيسبوك. مفيش حد في مصر كلها ولا في العالم عارف ايه المشكله التقنيه الحقيقيه اللي حصلت داخل فيسبوك وتسببت في هذا الموضوع، بس في كلام علمي يعني في كلام ده يعني يعني ما يعني مش ممكن. يعني السؤال من سؤالك او من تعليقك يا دكتور، هو ممكن تكون معمولة يعني في ايدين لعبت في الموضوع بفعل فعل، ولا خطأ تكنولوجي القائمين على فيسبوك كل ممكن يشوفوه؟ وارد يا استاذ خيري. السنة اللي في 2019 حصل نفس العطل، الفيسبوك قعد 24 ساعة واتساب، واخد بال حضرتك؟ فالفكرة وما حدش عارف ايه اللي حصل. فيسبوك طلعت بيان مقتضب قالت فيه انه ده كان تكنيكال ايشو، يعني مشكلة تقنية في سوفت وير ابجريد، ترقيه لسوفت وير معين على الخوادم بتاعتهم ادى للمشكله دي. طبعا زي ما قلت لحضرتك هذا الكلام ده كلام الشركه، فهي الشركه هي الوحيده داخليا اللي تقدر تقول لحضرتك ايه المشكله الحقيقيه اللي حصل عندهم، وفي الغالب مش هيقولوا. طيب نيجي بقى للكلام العلمي، طب ايه اللي ممكن يكون حصل من الناحيه العلميه؟ ما هو برضه احنا مش بنتكلم في حاجات، يعني مش بنتكلم مثلا في كورونا مش عارفين هو ايه نظامه ولا الفاكسين بتاعه الناس عملته ازاي وجربوه ازاي، والقصص اللي احنا بنتكلم فيها بتاعت مشاكل يعني الحاجات اللي مش مفهومه لاغلب الناس. يعني التكنولوجيا زيرو واحد يعني ارقام، يعني الحاجات البيولوجيه صعبه شويه عشان كده بتاخد وقت والناس بتاخد وقت على بال ما تتعامل معاها، لكن التكنولوجيا ما فيش فيها غير زيرو واحد، هي عباره عن كهرباء. طيب ايه اللي حصل ممكن؟ يعني في قاعده بيانات للبنية التحتية للإنترنت أستاذ خيري، أنا هحاول أبسط المعلومة على قد ما أقدر لأنها معلومة تقنية بحتة. يعني أرجوك يا لما حاجة بتدخل على البراوزر بتاع الإنترنت، متصفح جوجل كروم مثلا، وبتكتب مثلا www.google.com، إيه اللي بيحصل؟ متصفح الإنترنت بيروح يفتح لحضرتك موقع جوجل.com، صح؟ صحيح. حلو قوي. طب هل المتصفح ده
بيروح كده على طول على السيرفر بتاع جوجل او الخادم يعني بتاع جوجل، الكمبيوتر اللي عليه مواقع جوجل، يروح كده يخبط عليه ويقول له افتح لي موقع جوجل. هل حضرتك متخيل ان ده بيحصل؟ لا. طب ايه اللي بيحصل؟ شفره معينه غالبا. بالظبط. اللي بيحصل بقى انه في رقم، الرقم ده هو رقم الخادم اللي عليه الموقع بتاع جوجل. الرقم ده مش موجود عند المتصفح بتاع حضرتك، الموقع ده موجود في حته كده في البنيه التحتيه للانترنت اسمها الدي ان اس. ببساطه شديده قاعده بيانات فيها كل الارقام او اللي حضرتك قلت عليها ديت والمقابل بتاعها للمواقع، يعني موقع جوجل رقمه كذا، زي سجل التليفونات كده يا استاذ خيري، محمد الجندي رقمه كذا، استاذ خيري رقمه كذا. دي قاعده بيانات بتبقى متوزعه على مستوى البنيه التحتيه للانترنت. لما بيحصل خطا في قاعده البيانات دي او مشكله بتروح ضربه كل السجل اللي قدام حضرتك ده، فيجي البراوزر بتاع حضرتك تكتب جوجل ما يفتحش. ليه بقى؟ لانه مش قادر يوصل لعنوان جوجل ومش عارف يروح له. بس أيوة. هل ده معناه ان جوجل واقع؟ لا، مش بالضروره جوجل يكون واقع. فهي الازمه في ايه بقى؟ نفس قاعده البيانات دي موجوده عند فيسبوك، مرتبط بيها الارقام بتاعه واتساب، الارقام بتاعه الخوادم بتاعه انستغرام، الخوادم بتاعه كل السيرفيسز الخاصه بجوجل، حتى حتى النظاره بتاعه اوكولوس ريفت بتاعه الفيرتشوال رياليتي وقعت برضه كمان، لانها خدمه من خدمات فيسبوك دلوقتي الموقع بتاعها. فهي كلها متصله بالخوادم وقواعد البيانات اللي عليها الارقام اللي شرحتها لحضرتك دي. فلما بتقع او بيحصل فيها مشكله بتروح مأثره على كل حاجه. ومش بس كده، تقنيا لو قواعد البيانات دي مرتبطه بقواعد بيانات اخرى على مستوى العالم، ممكن توقع خدمات تانية جنبها، زي ما حضرتك كنت لسه بتقول دلوقتي استاذ دكتور محمد فتحي بيطلب مش عارف ايه ما اشتغلش. ايوه طبيعي، ده ممكن يحصل على فكره. طيب ده في التفسير العلمي عشان نبقى صراحه. طيب مع بعض، ايه الاحتمالات يا دكتور محمد اللي ممكن تكون وقعت الهاب اللي حضرتك قلت عليه؟ انا جاي لحضرتك اهو، ده التفسير العلمي. السبب بقى اللي وقع الخدمه دي، انه اللي ادى الى ان هذه قاعده البيانات او السيرفر تقع، ده ما حدش هيعرفه غير فيسبوك. اذا لم تعلن عنه فيسبوك ما حدش هيعرفه. ممكن يكون ايه بقى؟ ممكن يكون خطا برمجي في السيرفر، ممكن يكون مشكله في حاجه لها علاقه بالكيبلز والبنيه التحتيه عندهم، ممكن يكون عندهم ابجريد في حاجه معينه في برنامج زي البرنامج اللي اتسربته. اذا ايا كانت الاسباب هيبقى السر عندهم. بالظبط، احنا كدورنا احنا بقى يا دكتور، خليني اسالك، لو كنت مستشارا لدوله ما، بلاش اقول لمصر، او لمسؤول في دوله ما، وقال لك احنا يجب نعمل ايه علشان ما نبقاش اسرى هذا العالم او المتحكمين في ده، ازاي نقدر نامن نفسنا وبقى عندنا البدائل؟ حضرتك لسه مجاوب دلوقتي، لازم يكون في بدائل. يعني أيه. دايما انا كنت بقول للناس يا اخوانا، ما حدش يعتمد بس على الفيسبوك، لازم حتى لو انت بيزنس، مش لازم نتكلم على دوله. يعني أيه. الدوله طبعا موضوع تاني، الدوله يعني ليها قصه ثانيه، لو انا بتكلم على دوله ومحتاجه تامن نفسها ده موضوع ثاني. لكن بتكلم حتى على البيزنس، انه انت لو انت صاحب بيزنس حتى، ما ينفعش تبقى انت بتستخدم حاجه زي فيسبوك بس ومغاضد الطرف عن بقيه البدائل الاخرى، ما ينفعش. طب ما هو لما حصل دلوقتي فيسبوك وقع، البيزنس بتاعك والكوميونيكيشن بتاعتك واتصالاتك كلها ممكن تقع وتنتهي لحد ما فيسبوك يتعطف ويصلح المشكله. فانت حضرتك عندك بدائل اخرى لازم تستخدمها. اذا التكنولوجيا الجميل فيها استاذ خيري ان فيها بدائل، فانا وانا بشتغل على التكنولوجيا، بس احنا مستهلكين حتى البدائل، يعني مش منتجين. ما للاسف انا خليني صريح مع حضرتك، هو جزء الاستهلاك ده يعني سمة عامة في الشرق الأوسط، مش عندنا احنا بس يعني. فهي الفكرة كلها انه لازم حضرتك وانت بتحط عينك على تكنولوجيا تستخدمها، طب ايه البديل؟ ايه بلان بي؟ ايه الخطة البديلة لما يحصل مشكلة؟ بالمناسبة انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، الانترنت اصلا خرج في الولايات المتحدة الامريكية من وزارة الدفاع بسبب الخطة البديلة، ان هو كان بيقول لو حصل هجوم على الاتصالات، في هجوم نووي مثلا افتراضي من الاتحاد السوفيتي على امريكا، ايه اللي هيحصل؟ اتصالاتنا هتقف يعني؟ فاخترعوا فكره الانترنت اللامركزي ده، تمام؟ فهي الفكره في الاول وفي الاخر لازم يكون في بدائل، والتكنولوجيا بتسمح بذلك. فهي المستخدم هو المشكله، المستخدم غلط انه يبقى اسير خدمه واحده، ده غلط. صحيح. يعني المثل العربي اللي كان بيقول لا تضع كل البيض في سله واحده، اذا كنت مهتم بالتكنولوجيا اتوزع على انواع التكنولوجيا المتاحه وما تركزش على واحده بس. طبعا احنا بنشكرك جدا يا دكتور محمد، شكرا جزيلا. دكتور محمد الجندي خبير امن المعلومات، شكرا جزيلا. الآن ماذا حدث من امبارح للنهاردة وأخبار مصر المحروسة نشوفها وعناوين الأخبار، ونرجع نبتدي معاكم قصصنا الإخبارية.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ومن اهم القصص الاخباريه التي معنا الليله هي مشكله بتظهر على السطح خاصة بالتعليم في أيام التنسيق وخاصة التعليم الجامعي. المشكلة ظهرت على صورة استغاثات لطلبة الشهادة البريطانية الاي جي اللي بتعادل شهادة الثانوية العامة. فيديوهات انتشرت على السوشيال ميديا بيشتكي فيها الطلبة من التنسيق، بيقولوا ان الفرص محدودة جدا عشان نقدر ندخل الجامعات الحكومية، ورغم ان احنا جايبين مجاميع مرتفعة جدا معدية 98%، وبيقولوا ان المشكلة لا علاقة بالتنظيم وبكورونا وان احلامهم هي التمن ضاعت. ايه طبيعة المشكلة؟ ايه علاقة كورونا بالحكاية؟ ايه الازمة؟ عايزين نشوفها من كل الاتجاهات. خلونا نسمع الطلبة نفسهم كانوا بيقولوا ايه في الفيديوهات. تعالوا نشوف عينة من شكاوى بعض الطلاب. زي ما شفتوا دي عينات من الاستغاثات اللي خرجت على السوشيال ميديا بتحاول تشرح الموضوع وترفعه للسيد رئيس الجمهورية عشان يتدخل عشان أحلام ولادنا دول ما تروحش. طب ما تيجي نسمع بقى من يعني أحد أولياء الأمور ونشوف التجربة دي مرت عليهم إزاي، وبالفعل كل اللي في الآي جي السنة دي أو معظمهم حصل معاهم نفس الأزمة ولا لأ. معنا الدكتور شعبان العفيفي، أستاذ في جامعة عين شمس ولي أمر طالب من الآي جي. أهلا بيك يا دكتور. يا اهلا وسهلا بسعادتكم. اهلا وسهلا بيكم. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ خير. اهلا وسهلا استاذ كريم. اهلا بيكم دكتور. ممكن تشرح لنا ايه هي تجربتك مع التنسيق؟ انت استاذ جامعي وطبعا الوعي عندك هيبقى مختلف بحاجه زي دي، فممكن تشرح لنا هي الازمه ازاي؟ اشكر سعادتك على مقدمتك الرقيقه دهانت، واتوجع طبعا بالشكر والامتنان للقياده السياسيه اللي هي اتاحت لنا اعلاميين متميزين زي حضراتكم يبقوا عينيها على اوجاع الوطن والمواطنين. المشكله حضرتك تتعلق بطلاب الثانويه بطلاب الشهادات الاجنبيه وعلى وجه الخصوص الثانويه البريطانيه. الطلاب دول كانت الدولة مشكورة بتخصص لهم نسبة 1.5% من إجمالي المقاعد بالحكومات بالجامعات المصرية الحكومية المصرية. النسبة دي كانت جيدة وكانت يعني مرضية بالنسبة لنا، إضافة إلى إنها كانت بتخلي كليات القمة متاحة لأولادنا من نسبة لا تتجاوز 95-96%، مقصود بكليات القمة الكليات الطبية طبعا وكليات الهندسة، إضافة إلى العلوم والاقتصاد السياسي الإعلام واقتصاد وعلوم سياسية. بالضبط يا فندم. حضرتك السنة دي وعلى غير المتوقع فوجئنا بقرار سريع وغير مدروس صدر بان طبعا الطلبه كان عشان يلتحقوا بالجامعات المصريه كان لابد ان هم يكونوا انهوا 12 سنه دراسيه كامله. فالطلبه اللي داخلين السنه دي هم طلبه جريد 12 اللي انهوا 12 سنه دراسيه كامله. فوجئنا بقرار يتيح بيتيح لطلبه جريد 11 اللي هم انهوا المواد المؤهله لدخول الجامعات بالتقدم للتنسيق على نفس النسبه اللي هي 1.5%. القرار ده أوقع ظلم شديد جدا بأبنائنا وبناتنا. ليه سعادتك؟ أول حاجة القرار ده هو نت ضاعف الأعداد المتقدمة للتنسيق على نفس النسبة، يعني نسبة 1.5% بعد ما كان بيخش 1000 وبقى 2000 فارتفعت المعدلات، يعني نسبة واحدة ونزل عليها ثلاث دفعات مع بعض على نفس الوقت على نفس النسبة اللي كانت بتكفي دفعة واحدة. ده اللي عمل المشكلة. ده بالظبط يا فندم. ده المشكلة مش كده كمان يا فندم، المشكلة الثانية إن طلاب جريد 11 دول هم طبعا درسوا سنتين في الثانويه اللي هم جريد 10 و11 والسنتين دول كانوا تحت وطاه وباء كورونا. الطلاب دول كان تقييمهم من خلال مدارسهم، انما الطلب مقارنه بطلبه جريد 12 اللي هم ليهم احقيه ومفروض يخشوا التنسيق لوحدهم السنه دي، دول كانوا على الاقل اجتازوا ثلاث اختبارات او ثلاث فصول اختبارات ثلاث فصول دراسيه بالنظام العالمي كانت تقيم وترجع لهم الدرجات، يعني اختبارات فعليه وحقيقيه وليس تقييم مدرسي. ما عندهمش اوفر استيميت على الاقل في ثلاث فصول. يبقى اذا انا عندي جريد 11 السنتين اللي هو درسهم كان اوفر استيميشن نظرا لان التقييم كان مدرسي، انما جريد 12
كان على الاقل عنده 3 فصول دراسيه امتحانات حقيقيه تقيم من الجهه المانحه وترجع الدرجات عليهم. ده ادى لايه؟ اولا رفع الحد الادنى للقبول بكليات القمه ل 100%. طبعا معظم المقاعد احتلها طلبه جريد 11 ان هم خدوا تقييم مدرسي على حساب الحق اللي هم الطلبه الاحق اللي هم طلبه جريد 12 اللي المفروض يخشوا السنه دي بمفردهم للتنسيق. بإضافة إلى مضاعفة الأعداد. فطبعا يعني شايف حضرتك إن ما كانش في عدل في التعامل مع الطلبة بدرجاتهم اللي عاملينها، الناس اللي امتحنت امتحانات طبيعية لمدة 3 تقييم لأن دفعتين مختلفتين وتحت ظروف مختلفة وبطريقة تقييم مختلفة، واحد فيهم يخضع للتقييم العادي المعتاد اللي هو في الجهة التي تقيم خارج البلد لأنها الثانوية البريطانية، والمجموعة الثانية اللي هي تعاملت أثناء فترة كورونا بشكل مختلف. وضحت الصورة جدا يا دكتور شعبان، شكرا جزيلا للتوضيح. الله يبارك فيك، شكرا. طيب أعتقد أن احنا عندنا رؤية أخرى كمان لما يحدث وخصوصا على أرض الواقع، اللي بيتابع الملف وليه نظرة للأطراف كلها ويقدر يوضح لنا الصورة زميلنا العزيز الأستاذ عبد الرحمن عبادي، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي. أهلا بيك معانا يا أستاذ عبد الرحمن. مساء الخير على حضرتك أستاذ كريم وعلى الأستاذ خيري. أهلا وسهلا، أهلا بيك أستاذ عبد الرحمن. أهلا أستاذ عبد الرحمن، حاول كده بسرعة بطريقتك المهنية تلخص لنا أنت شايف راصد الأزمة كصحفي إزاي، وإحنا بنتكلم عن أعداد قد إيه؟ اعداد طلاب بالشهاده البريطانيه. احنا بنتكلم في الاي جي، احنا بنتكلم في الاي جي والدبلومه الامريكيه بشكل عام بنتكلم في حدود 4000 طالب، بنتكلم في شهادات المعادله تقريبا في حدود 14000 طالب شهادات المعادله الاجنبيه والعربيه بشكل عام، اللي هم ليهم نسبه 5% من اجمالي الاماكن المخصصه لطلاب الثانويه العامه في الجامعات وفي الكليات والمعاهد. طبعا هو اللي سمعناه من شويه نتفق معاه في بعض الأشياء، وبرضه في حاجات تانية قد تكون مش واضحة لبعض أولياء الأمور ودفعت إليها الظروف. نتفق فيه إن فعلا موضوع النسبة المقررة لطلاب الأي جي والدبلومات الأمريكية دي أصبحت نسبة محتاجة لإعادة نظر ومحتاجة تاخد وضع خاص يختلف عن باقي الشهادات الأجنبية، لأن أصبح هناك إقبال في الالتحاق بمنظومة التعليم البريطاني والتعليم الأمريكي في مصر في السنوات الأخيرة، وبالتالي أصبح من الظلم أن احنا نقارنهم أو نحطهم في بوتقة واحدة مع شهادات زي الشهادة اليونانية أو الشهادة الدبلومة الدولية الفرنسية أو الدولية أو الثانوية الدولية. طيب إيه تاني؟ إذا دي من أهم النقط اللي بنتفق فيها مع أولياء الأمور. طيب إيه اللي غايب عن أولياء الأمور؟ اللي غايب عن أولياء الأمور فيما يخص أول حاجة إن أولياء الأمور هم أول من طلبوا بإلغاء التسلسل الدراسي بالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية وبالنسبة للشهادة البريطانية، لأن التسلسل الدراسي ده كان بيقيد قبول الطلاب اللي استوفوا معايير الالتحاق بالجامعات بعد 11 سنه دراسيه. طبعا احنا عندنا الثانويه العامه بتشترط 12 سنه عشان تدخل الجامعه في التعليم الاساسي. لكن النظم التعليميه في الخارج والشهاده البريطانيه والشهاده الامريكيه وفي غيرها من الشهادات بيسمح للطالب متى استوفى معايير او مقررات اللي بتقبله في الجامعات انه يلتحق مباشره بالجامعات. ولذلك كان السنه دي الغاء شرط التسلسل الدراسي اللي بيسمح لطلاب 11 او للطلاب اللي هم تضرروا من كورونا اللي هم هي سنه 11 سنه 11 جريد 11 اللي هو سنه 11 كانه ثانيه ثانوي عام عشان نوضح سنه 11 بالظبط كده بالظبط هو تمام ودخلوا ينافسوا الطلاب على الاماكن. اللي حصل الوزاره بتقول ايه؟ بتقول احنا زودنا الاعداد في اطار النسبه المقرره. في النسبه المقرره اللي احنا اتكلمنا عليها للشهادات المعادله الاجنبيه كلها كام؟ 5%. ولكن وزاره التعليم العالي في اثناء توزيعها للطلاب بتكون قدامها نسبه حساب الطلاب اللي هم الاي جي، مثلا لو تقدم 50 طالب اي جي في مقابل 20 طالب امريكي في مقابل 10 ثانويه دوليه تمام؟ او بقيه الشهادات الطالب الاي جي بياخد نسبه ممكن توصل لغايه 50% من اجمالي ال 5% المقرره اصلا للشهادات الامريكيه. حصل فعلا زياده في الاعداد، ولكن اللي ما مع زياده الاعداد اللي اتيحت في الجامعات الحكوميه
ظنت المشكلة إن الحد الأدنى ارتفع بشكل كبير، لأن زي ما قال الدكتور من شوية طلاب ليفن كانوا حاصلين على مجاميع أعلى، رفعت الحد الأدنى للطب إلى 100%. بس اللي غايب عن أولياء الأمور إن مش طلاب برضو ليفن بس هم اللي شغلوا نسبة أو اللي هم كانت مجاميعهم مرتفعة، لا كان أيضا طلاب الصف الثاني عشر، طلاب الصف الثاني عشر برضو كانوا حاصلين على مجاميع مرتفعة 100%. ورغم ان زياده الاعداد اللي قررتها الوزاره لشهاده الاي جي، الا ان ده ما اداش الى انخفاض الحد الادنى عن 100%. الحاجه الثانيه ودي المهم برضو، ان اغلب طلاب الاي جي في مصر بيتركزوا في نطاق القاهره الكبرى. تمام، وده معناه ان هم بينافسوا في الغالب. هو طبعا احنا عندنا نظام الكتروني اللي هو بتاع التسجيل الالكتروني، نظامه مايكن كمبيوتر، فالكمبيوتر بيغذى بفكرة نسبة 5% في كل كلية وكل معهد. يعني طبيعي ان مثلا الاقبال عشان كلهم متركزين في القاهرة، فطبيعي ان الاغلبية كتبوا طب القاهرة في الاول، وبالتالي طب القاهرة هتقفل 100%، وطب الجامعة والجامعات الخاصة التانية. كمان في مقابل الجامعات الخاصة، لا الجامعات الخاصة دي حاجة تانية خالص. الجامعات الخاصة لسه فيها اماكن في معظمها لطلاب الاي جي وشهاده المعادله بشكل عام. هم بيشتكوا من انهم حتى مش لاقيين المجاميع المختلفه في الجامعات الخاصه، هم بيشتكوا من ده كمان. هو يمكن الجامعات الخاصه كانت فتحت وقبلت حوالي 11,000 من حوالي شهرين في طلاب الشهادات المعادله، لكن لا تزال قدامهم حوالي 2500 مكان موجودين في معظم كليات الخاصه، والاهليه مستمره حتى اللحظه في قبول طلاب الاي جي والشهاده الامريكيه، باستثناء عدد محدود من الجامعات. احنا بنتكلم عن 3 أو 4 جامعات بس اللي هم ما فيهمش اماكن للاي جي والدبلومه الامريكيه والشهادات المعادله بس اسمله. طيب، لكن بقيه الجامعات معظمها فيها اماكن. طيب استاذ عبد الرحمن، انا بشكرك جدا، معلش عشان معانا السيد الوزير معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. اللي انت طرحته واللي طرحه اولياء الامور، اكيد الدكتور خالد على مكتبه كثير من هذه المشكلات اللي ممكن يقول لنا كيف ينظر إليها وما هي قراراته لحل هذه المشكلة. أهلا وسهلا مع الوزير. أهلا بيك أستاذ خيري. إزيك يا أستاذة كريم؟ أهلا بيك سيادة الوزير. وحضرتك معنا على التليفون، أكيد سمعت اللي اتقال، وطبعا في انتظار تعليق حضرتك في البداية. لا، هو الحقيقة مش عارف طبعا مين اللي بيتكلم، لكن طبعا دي كلها اجتهادات، يعني الكلام لما يبقى مش من مصدره. اللي كان بيتكلم الأستاذ عبد الرحمن العبادي ده صحفي متخصص في شؤون التعليم العالي. طبعا استاذ محترم جدا وصحفي محترم، ولكن المعلومات يعني الطبيعي من المعلومات انها تكون موجوده من المسؤولين على التنسيق. في البدايه طبعا هذا النظام او لجنه التنسيق ده بيتخلله لجنه عليا للتنسيق اعضائها رؤساء جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه حلوان وجامعه بني سويف وجامعه الوادي الجديد. يعني هناك تمثيل من اللجنه العليا للتنسيق، عشان ده مش قرار مثلا حد في مكتب التنسيق او قرار حتى وزير. القرارات والإجراءات التي تتحقق في التنسيق هي نابعة من المجلس الأعلى للجامعات من خلال اللجنة العليا للتنسيق اللي بتبقى مسؤولة عن تنظيم ويعني الاعتماد كل القرارات اللي بتعتمد. دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا ما عنديش مشكلة الحقيقة، هو إحنا كتنسيق أو كوزارة إحنا قدامنا أعداد وأرقام. أنا سمعت من شوية من الأستاذ عبد الرحمن إن بيقول نسبة 5%. الحقيقة نسبة 5% مش على كل الشهادات، نسبة 5% على الشهادة الأمريكية، ونسبة 5% تانيين للشهادة الإنجليزية والشهادة الفرنسية والشهادة الألمانية والآي بي والكندية واليونانية والشهادات العربية. إذن نسبة 5% دي هي محددة لكل شهادة على حدة، وليس في مجمل الشهادات بالكامل. إذا كنت أنا فهمت يعني من كلامه. إحنا فهمنا من الكلام كده إن 5% دي بتضم الكل. السكة ماشية. فإذن كل مجموعة طلبة بيتنافسوا فيما بينهم على مقاعد معينة. يعني البريطانية سيادة الوزير، البريطانية 5% مش 1.5%. أبدا، ده أنا هقول لك ما هو يعني أحسن من كده كمان، لأن الأرقام دي ما بتكذبش، إحنا بنشتغل بالأرقام. تمام. إحنا عندنا 3457 طالب وطالبة تقدموا من الشهادات الإنجليزية. هقول الرقم تاني. أيوة. 3457 طالب وطالبة، دول اتقدموا عندنا إحنا في التنسيق الحكومي بتاعنا. أيوة. طيب. تتصور كم واحد منهم يا استاذ خيري جايب 100%؟ 1727 طالب جايبين 100% بنسبه 50% من المتقدمين. صحيح. يعني احنا رجعنا زي الثانويه العامه بتاعتنا بتاعت السنه اللي فاتت. انا بس عايز افكر الناس ان كان الثانويه العامه السنه اللي فاتت
كانت اللي جايبين 98.7 من 10 دخلوا كليات الطب، اللي كانوا جايبين 98.6 من 10 ما دخلوش كليه الطب. صحيح. فاذا الكلام على ان ازاي ابني يكون جايب 99.5 و99.9 من 10 وما دخلش كليه الطب، ده شيء منطقي جدا، لان انا عندي 1727 طالب جاب 100%. طيب هو انا لو نزلت شويه كم واحد بقى جايبين 98% لحد 100%؟ 78 من المتقدمين، 78% من المتقدمين جايبين 98%. طب اقول لك المفاجاه، اللي فوق 90% 97% من المتقدمين. ممكن يا فندم ده يعني اولادنا عباقره اللي موجودين في الشهادات الاجنبيه؟ لا هو مش عباقره، هو اللي حصل يا استاذه كريمه السنه دي ان الامتحانات عشان نتيجه عشان الكورونا ما كانتش بالطريقه التقليديه، لان انا عندي مقارنه بالسنه اللي فاتت. طب السنه اللي فاتت انا عندي كام واحد جاب 100% مقارنه بال 1727؟ كان 810 طالب. إذا النص. هذا العام التقييم كان من خلال المدارس، وبالتالي عدد الطلاب الحاصلين على 100% كتير. طيب احنا ايه اللي بيتحكم في النسبه؟ احنا بنتحكم في النسبه عدد من المقاعد متوفره في كليه الطب الاسنان، في الهندسه انصوما بيتنافس عليها عدد من الطلبه. طب احنا لو قلنا 5% لينا، هندي اي رقم، قول 200 300 طالب، اي كان الرقم يعني. في هذا التوقيت ال 300 مكان دول بيتنافس عليهم اعلى مجاميع من الطلاب اللي جايين. طب لو طلع ان الاعلى مجاميع دول جايبين 100%، مبروك عليهم. ايوه. طيب لو اللي جايب 99.9 من 10 كان ترتيبه جاي بعد دول والاماكن خلصت، لا خلاص ما نقدرش نعمل حاجه. طب واحد تاني بيقول ان طب ما تزودوا الاماكن شويه، لا هو الحقيقه يعني احنا خدنا 3 أضعاف الاماكن المفروضه ليهم. هقول تاني، اخذنا 3 أضعاف الاماكن الموجوده المفروضه اليوم، يعني احنا ما وقفناش على 5% دي خالص زي ما الاستاذ. يعني احنا اخذنا 15% يا فندم عشان الثلاث دفعات داخلين مع بعض. عايز اقول الرقم لكن اكتر بكتير من اللي حضرتك ممكن تتصوريه. طيب الاختيار الثاني او الجدل الثاني، طب ما انتوا خليتوا الناس اللي عندهم 11 سنه وخلصوا او استوفوا المتطلبات الدراسيه وقلت لهم خشوا جامعه. الحقيقه دي ميزه وليست عيب. ليه؟ لان احنا لما جينا لقينا ان كان اللوائح والقرارات السابقه بتقول ان اللي خلص 11 سنه يقعد يلعب في النادي او ما يروحش الجامعه لحد ما يمر عليه 12 شهر علشان يقدر يخش الجامعه. فاحنا جينا في المجلس الاعلى للجامعات قلنا يا جماعه، هو المقياس هنا بالانتهاء من المتطلبات الدراسيه ولا بالعمر وبالسن؟ قلنا لا الانتهاء. فاذا اخذنا قرار في يناير اللي فات، عشان في ناس كانت بتقول ده قرار مفاجئ، وقرار في يناير اللي فات ان احنا بنرفع هذا القدر للحفاظ على طلابنا من انه يضيع سنه من عمره طالما استنفذ او استوفى كل المتطلبات المطلوبه منه. طيب الجدال هنا اللي بيقول لك الله بس دول دخلوا زحمونا على الاماكن اللي في النسبه. طب اليك المفاجاه، تم تنسيق الطلاب ال 11 سنه بعيدا عن الطلاب ال 12 سنه خالص. يعني اذا ما فيش طالب من ال 11 سنه اخذ مكان الطالب بتاع 12 سنه، بل بالعكس طلبه 12 سنه تم مضاعفه اماكنهم اكثر من ضعف، عشان انا مش عايز اقول الرقم، وايضا وتم اخذ برضه الاماكن للطلاب بتاع 11 سنه. فاذا كل ما هو يصار خارج النطاق الدراسه اللي احنا بنتكلم فيها ده كلام كله اجتهاد وكلام كله تحليل، طبعا يحترم جدا لانه من الناس متخصصين في مجالات التعليم ولهم باع طويله في هذا المجال. لكن احنا كمان لينا بقى يا استاذ خيري، احنا منسقين السنه دي 800,000 طالب في الثانويه العامه والشهادات والدبلومات الفنيه، 580,000 طالب جاي لنا من عند الدكتور طارق، و220,000 طالب جاي لنا من الدبلومات الفنيه، باجمالي 800,000 طالب. لازم في اي تنسيق في الدنيا لازم طالما بتتنافس على عدد من المقاعد يبقى اول ما المقاعد دي تتملي بنحط خط، وممكن جدا اللي فارق عن هذا المجموع بعشر من المية من الدرجة ما يقدرش يخش طول عمرنا. طيب معالي الوزير، غياب كل هذه المعلومات عن الاهالي او الطلاب راجع لايه؟ يعني احنا مفاجئين، ده استاذ في جامعة عين شمس وشايف انها 1.5% بس، وشايف ان الاولاد اتظلموا عشان دخل 3 دفعات في دفعة، وحضرتك بتنسف هذا الكلام نسفا، والصحفيين المتخصصين يا فندم مش عارفين ان انتوا ضعفتوا الرقم لثلاث اضعاف نتيجه ان انتوا دخلتوا 5% منفصل لكل. خلي بالك يا استاذه كريمه، احنا بنشتغل على ثانويه عامه وليهم مقاعد، بنشتغل على دبلومه امريكيه وليهم مقاعد نسبه،
بنشتغل على الشهاده الانجليزيه، بنشتغل على البك الفرنسيه، بنشتغل على الابيتور الالمانيه، بنشتغل على الاي بي السويسريه اللي هي الانترناشونال بكالوريا، بنشتغل على الكنديه، بنشتغل على اليونانيه. يعني احنا عندنا بنشتغل على الشهادات العربيه من السعوديه ومن الامارات ومن قطر ومن البحرين والكويت ومن السودان. كم من المعلومات لو قعدنا نرد على كل اسره وكل اب. انا طبعا متفاهم جدا ان الاب اللي ابنه او بنته جاب 99.9 وكان نفسه يخش كليه الطب وما لقاش مكان، بس هو ما يعرفش ان في 1727 طالب جاب 100%، ودول بالمنطق بتاع المجموع هم اعلى من ابنه او اعلى من بنته، حتى لو كان الاعلى ده بعشر درجه في الميه، لكن هو لازال اعلى. واذا كان دول في النهايه هم كتبوا، انا الطبيعي ان انا ادي لهم اللي هم كتبوه، واذا كنت حققت لهم رغباتهم وحققت كمان اعلى، طب واحد يقول لي طب انت ليه زودت العدد عن 5%؟ السر الثاني اشتراك عدد من الطلاب في نفس المجموع بيجبرني ان انا اضاعف الاعداد، لان ما اقدرش افرق ما بين واحد والثاني، ما كلهم جايين 100%. طب انا اخد اني 300 ولا اني 400؟ ده لازم اللي جايبين 100%. يبقى انا هنا خطيت النسبه المحدده ليهم والمقاعد الحدده ليهم بشكل اجبار، لان انا لازم احقق العداله في ان انا اللي جايب 100% كلهم بالنسبه لي يتساووا، وبالتالي بضطر ان انا اخدهم كلهم. وزي ما قلت لحضرتك اللي جايبين فوق 90% السنه دي 97% من المتقدمين للتنسيق، يعني 97% من ال 3457 واحد جايبين فوق 90%. الارقام اللي حضرتك الأرقام اللي حضرتك بتقولها يا فندم كافية ووافية، وأنا أعتقد درجة المكاشفة والمصارحة اللي احنا عملناها دلوقتي هتخلي كتير جدا من أولياء الأمور والطلبة نفسهم يهدوا ويفهموا الموضوع. لكن هو سؤال بصراحة بعيدا عن التفاصيل، حضرتك أيضا مش بس وزير التعليم العالي، أنت أيضا أب، تحب تقول إيه لكل ولادك وبناتك وهما بيبدأوا سنتهم مع هذه المشكلة؟ أكيد عندك رسالة ليهم وأولياء الأمور. لا لا ما فيش مشكلة ولا حاجة، لأن احنا من كتر ما بنشتغل في هذا الموضوع يا أستاذة كريمة وعندنا أولادنا وبنشتغل في المجال ده يعني فترة كافية وطويلة، دايما أنا يعني مشفق جدا ومقدر جدا الأب والأم اللي هو حاسس إن ابنه ما جاش اللي هو عايزه. لكن احنا في المقابل برضه يعني إذا كان الكلام ده على المقاعد الخاصة في الجامعات الحكومية، الدولة الحمد لله الفترة اللي فاتت يا أستاذة كريمة قدرت تتوسع في منظومة التعليم بشكل كبير جدا. عندنا تعليم دولي، عندنا تعليم خاص متميز، عندنا تعليم اهلي متميز، عندنا تعليم تكنولوجي متميز. يعني احنا غير زمان، غير اياميني، انا بتكلم عن نفسي على الاقل، احنا كان ايام زمان ما كانش عندنا اختيارات غير واحد او اثنين. النهارده المساحه اللي موجوده والتنافس اللي موجود امام الطلاب وبصرهم كبيره جدا ان هو يقدر. لكن نصيحتي بقى ان الواحد يعني ما ياخدش اي حساسيه في هذا الموضوع، ويحاول يتغلب على فكره النص درجه او ربع درجه، واذا كان عنده فرصه ثانيه انه يخش في نفس التخصص ده في احد الجامعات الاخرى غير الجامعات الحكوميه فهي متوفره، وزي ما الاستاذ عبد الرحمن قال الاماكن لا زالت بالفعل متاحه في معظم الجامعات الاخرى، ولكن احنا عايزين الطالب يتمتع باللي بيدرسه، وان هو يعني يبقى فرحان وهو داخل منظومه الجامعه. احنا كدوله وكوزاره بنعمل كل ما نستطيع. انا قلت لحضرتك ان احنا عندنا هذا الكم الكبير من اختلاف الشهادات، وزمايلي في التنسيق وزمايلي في اللجنه العليا للتنسيق لحد وانا بكلمك ل 12 بالليل شغالين من اول اعلان نتيجه الثانويه العامه لحد اخر يوم قبل بدء الدراسه يوم السبت الجاي، واحنا شغالين علشان نحاول نخلي طلابنا واسرهم كل واحد ياخد المكان اللي بيتمناه على قد ما نقدر وفي قدر المستطاع وفي قدر. واحنا بنشكركم جدا يا فندم على كل المجهودات دي، بنشكركم جدا كمان على المعلومات اللي قدمتها لنا دلوقتي معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. شكرا دكتور خالد. شكرا جزيلا. الان كورونا تتحدث، مش كورونا بقى اللي بتتحدث، الخط الموازي للقضاء على كورونا. سمعنا اكتر من مره ان شاء الله العام القادم هيكون عندنا فيه انتهت ازمه كورونا، لكن الاخبار المفرحه بدات تتوالى، مش بس الفاكسين او التطعيمات اللي موجوده، لكن ايضا شركه ميرك الامريكيه اعلنت على انها استحدثت دواء حبوب تؤخذ عن طريق الفم لاول مره، مش بالحقن، قرصين في اليوم لمدة 5 أيام. الرئيس التنفيذي لتطوير لقاح ضد كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية دكتور علي، منورنا في حديث القاهرة. مساء الخير للجميع، شكرا على الاستضافة. أهلا بك دكتور علي. دكتور علي، هل ممكن هذا الدواء يكون هو نهاية
الخوف من هذا الفيروس، هل هذا الدواء هيعتبر نقلة تنهي الفزع اللي بيعيش فيه العالم؟ نعم، هو لا شك أن هذا إنجاز ممتاز ورائع بالنسبة لوجود دواء يمكن أخذه في حالة الإصابة. الآن السؤال الكبير هو أنه هذا هل سيكون بمتناول اليد في للجميع، وهل يستطيع أي شخص في أي جغرافيا أو في أي مكان أن يقول أنه سيكون لديه هذا الدواء في حالة تعرض؟ العقار أو الدواء هو عملياً للعلاج، أي أنك يجب أن تصاب أولاً وبعد ذلك تأخذ العلاج، ويكون لديك إمكانية 50% أن لا تدخل إلى المستشفى، وقد يكون هنالك إمكانية للقضاء أو لإنهاء حالات الوفاة في هذه الحالة. إذن عندك عدة مراحل نمر فيها. القضية الأخرى أن إعطاء الدواء يكون في نافذة معينة من الوقت، يعني هذا كذا نتذكر نرجع إلى الوراء مثلاً إنه المونوكلونال أنتيباديز الريجينرون وغيره عندما أعطي في فترة غير الفترة أو النافذة المعينة لم يكن لديه نجاعة عالية. إذن هنالك نافذة معينة وهذا جيد، لأننا نأخذ الآن مسحات أنفية ونعرف هنالك بعض العوارض ونعطي الدواء. هلا السؤال، الدواء هذا هل يكون بتناول الجميع؟ إذا لاحظنا أن الحكومة الأمريكية قد طلبت حوالي مليون جرعة بين قوسين، يعني منهم علاج، بينما هو 15 يعني الاثنين في خمسة، يعني تقريبا 10 حبوب لكل فرد، يعني مليون في 10. نعم، يعني فبالنسبة لهذا الموضوع انه يعني هو ليس حل للموضوع وليس حل للمشكلة، وانما هو سلاح اخر يدخل الى المعركة في حال لان حصل اصابة معينة حتى لا نصل الى المستشفى والوفيات، ونحن نعرف هذه هي المشكلة الكبيرة هناك. طب دكتور، يعني الفاكسين شفنا أنه بيتم تداوله مجانا لأن الدول هي التي تحصل على الفاكسين وتقوم بتوزيعه على المواطنين، هل تعتقد أن هذا العقار حيتاح أيضا مجانا من خلال الحكومات على الأقل لحد السيطرة على كورونا؟ ورأي حضرتك إيه أن في كمان شركتين حاليا بتتنافس في مراحل ما هي كمان تعمل عقار، من ضمنهم فايزر مثلا؟ نعم، هنالك إمكانية أن يكون هنالك أكثر من دواء معين لمثل هذا لهذا الفيروس، وأيضا هنالك إمكانية للخلط وعمل كوكتيل كما حدث مع الـ HIV أو الـ فيروس الـ HIV. هذا وارد جدا. السؤال هو أننا نحتاج مثل هذه العقاقير إلى طبيب لكي يعطينا الإمكانية نروح نشتري من الصيدلية. أيضا لا يوجد هناك إمكانية أن يكون متوافر لكل شخص، ونحن نعرف أن الفيروس لا يفرق لا بين المناطق ولا بين الأشخاص. إذن ستكون هنالك مشكلة في إمكانية وجوده، ولذلك هنالك زي علاجات الإنفلونزا كده، لما بتجيلي إنفلونزا لما بتجيلي حرارة باخد دواء، فهو علاج زي العلاجات دي. نعم، هو حتى في حالة الإنفلونزا هناك التامفلو اللي هو نفس الشيء، هو ضد الفيروسات. بعض الناس اللي يعني على خطورة عالية ممكن أن يأخذوا هذا الدواء، ولكن هذا لا يحل محل الحصانة المكتسبة والمناعة المكتسبة من وجود اللقاح. طيب دكتور، احنا يعني سؤال أخير، هل تعتقد أن دي فعلا بداية النهاية أو بداية السيطرة على مشكلة كورونا؟ ويعني احنا شايفين أرقام كانت مهولة جدا لفقد ناس أعزاء، ويعني بهذا التقدم الطبي معنى كده أن فعلا السنة الجاية هنعلن الانتهاء من أزمة كورونا؟ لا أعتقد أنه هذا كثير متفائل التصريح هذا، يعني لازم يكون شوية من النوع من التشاؤل، التفاؤل والتشاؤم في نفس الوقت. القضية الأساسية هنا هنالك خطورة أنه بمثل هذا الخبر ووجود هذا الدواء لدينا مشكلة أن الفيروس يتكاثر والحالات تكثر والوفيات تكثر نتيجة لأولئك الذين يمتنعون عن أخذ اللقاحات، وبالتالي في حال وجود مثل هذا الدواء هنالك خوف أن هؤلاء الناس سيقولوا لدينا دواء فلماذا نأخذ اللقاح، وبالتالي يمكن أن تكون المشكلة قد تضاعفت أو كبرت بشكل أكبر. ولذلك مستقبلا، من أجل المستقبل والقضاء، لا يوجد أي طريقة للقضاء على هذا الوباء
والخروج من هذه المحنة إلا بوصول اللقاحات إلى الجميع، والجميع يكون قد أخذ هذه اللقاحات وقد تحصن، وبالتالي يمكن القضاء على الفيروس واختفائه من الوجود. وصلت الرسالة، شكرا جزيلا الدكتور علي فطوم عضو فريق تطوير لقاح كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، شكرا جزيلا. حي الزمالك، مشكلة لا تنتهي، قصة لها حكايات. وبعد أن ثار الحديث حول حديقة الأسماك، هل يا ترى هيتم نزعها من الآثار؟ مش هتبقى مناطق أثرية، هيبنوا فيها جراج، كل حاجة دلوقتي حد بيقرب لها بتطرح مجموعة من الأشياء، هو جراج ولا أبراج ولا مول تجاري؟ الكاتب الصحفي الكبير أستاذ سليمان جودة كتب في مقاله في جريدة المصريون عنوان كده إيه؟ لا تقتلوا الزمالك. يا ترى ما الذي دفع سليمان جودة أن يحذر من قتل الزمالك؟ هل لديه معلومات وهو الصحفي الدؤوب الذي تصل بين يديه معلومات كثيرة؟ لنعرف منه زميلنا العزيز أستاذ سليمان. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ خيري عليك وعلى الزميلة العزيزة الأستاذة كريمة وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك يا أستاذ سليمان. وطبعا أول حاجة بعد ما نشوف لا تقتلوا الزمالك، ماذا وراء هذا المقال؟ والله وراءه إحساس بأنه حي الزمالك، يعني زمان الأستاذ الكاتب الجميل الراحل محمود السعداني كتب مرة، قال حي الزمالك ده كان في وقت من الأوقات الناس بيدخلوا بجواز سفر، لأنه طبعا كان بيسخر وكان عايز يقول أنه هو حي خاص جدا وهادي جدا وعايز زي المعادي كده، الأجانب كانوا يفضلوا الإقامة فيه، وأنه يعني يجب أن نحافظ على جماله وعلى هدوءه وعلى نظافته. لكن في الفترة الأخيرة وضح وكأنه حي ساء حظه، فبدأ بحكاية عين القاهرة الشهيرة اللي أثيرت من فترة، والحمد لله أعتقد أن أهل الزمالك استطاعوا أن هم يوقفوا المشروع واختفى، وبعدين طلعت لهم مشكلة جديدة مع ممشى أهل مصر، وهم طبعا عملوا أيضا مشكلة في الحكاية دي، وأعتقد أن هي حلت. لكن طلع مشروع جديد اسمه حديقة الأسماك، ومعرفش يعني ازاي يعني احنا نفكر في ان احنا نفرط في شبر من هذه الحديقة التاريخية اللي هي تعني الزمالك، يعني الزمالك تعني حديقة الأسماك، وحديقة الأسماك تعني الزمالك، ومن الاثنين مرتبطين ببعض، وما ينفعش حد يروح الزمالك وما يمرش على هذه الحديقة حتى من بره، مش لازم يدخلها. فيعني اعتقد انه الحكومه عليها ان تعيد التفكير في هذا المشروع اذا كان بيفكر في اللي هو ايه المشروع، يعني ماذا بين يديك من معلومات يا صديقي العزيز؟ المشروع ان هو في جزء من الحديقه هيؤخذ علشان يقام فيه جراج، بس السياحه الاثار نفت ده تماما، قالت احنا حتى المناطق الاثريه الثلاثه الموجودين مسجلين، واذا حصل شطب من الاثار هيبقى المنطقة مش مسجلة أثريا. والله شوف ديت برضو أستاذ خيري حكاية أثريا أو عدم أو غير أثري، أنت تتكلم عن حديقة عامة، يعني حديقة عامة في الزمالك، حديقة قديمة جدا، حتى لو مش مقيدة على قائمة الآثار، فأنت يعني كحكومة يجب أن تحافظ عليها وأن تضيف إليها مساحات خضراء. طبعا وقبح شديد أنك تفكر انك تلغي حديقه، جزء من حديقه، عشان تعمل جراج، يعني منتهى الشيء الغريب، يعني ما ينفعش تقيم جراج. طبعا جراج هيبقى لصالح ابناء الحي، حي الزمالك، اللي ان هو بقى مزدحم وفي مشاكل مروريه كثيره، لكن هناك طرق بديله. حتى انا قلت مثال في اللي كتبت، قلت انك يا اخي ممكن جدا تعمل ده تحت ملاعب نادي الجزيرة اللي هو على بعد خطوات من حديقة الأسماك، جايز الجراج مطلوب يبقى على النيل عشان العربيات وهي واقفة تطل، يعني يعني جايز في حكمة يعني مش مفهومة. يعني في أي حد تواصل مع حضرتك يا أستاذ سليمان بعد المقال من المسؤولين أو القائمين، يعني ذوي الرأي في الموضوع وذوي القرار؟ والله يعني حتى الآن يعني كل الواتساب ولا الرسائل ولا الاتصالات كلها من أبناء الحي نفسهم، اللي هم يعني طبعا سعداء أن القضية دي تفار، وأنه حد يدافع عنهم أو يدافع عن حقهم في أن هم
يبقى عندهم حديقه، يبقى عندهم اشجار تنتج اكسجين للبني ادم في الحي. لكن فوجئت كمان ان احياء اخرى عندها نفس المشكله، يعني لقيت انه في ناس كتيره جدا في مصر الجديده متأذين جدا من مسألة قطع الأشجار في الفترة الأخيرة ومش فاهمين سببها في القاهرة، وبيتساءلوا، وأعتقد أنه محافظ القاهرة أو ده حصل في ميدان الحجاز يا أستاذ سليمان. لسه بتفرج على صور لميدان الحجاز قبل وبعد. اتعملت طرق عظيمة جدا في المنطقة دي، لكن كم الخضرة اللي أزيلت في مصر الجديدة شيء مؤلم. في وقت الرئيس قاعد وهو بيعمل المدن الجديدة حاطط المساحه الخضراء، ده جزء اساسي من 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 مخطط اي منطقه بيعملها الرئيس. فانا مش فاهم يعني حتى في العاصمه الجديده، العاصمه الاداريه الجديده، هناك حرص من الرئيس صحيح على ان تكون المساحات الخضراء موجوده وبمساحات كبيره. ف يعني هناك حرص من السيد الرئيس على الحكايه ديت، ولذلك انا اعتقد ان الرئيس لن يكون راضيا عن فكرة قطع الأشجار دي في القاهرة أو في الزمالك باعتبار احنا بنتكلم عنها، لأنه يعني يمكن أنا حتى أستاذ خير لاحظت أن أنا ربطت الحكاية دي بأنك أنت كبلد هتستضيف قمة المناخ السنة اللي جاية، وما ينفعش تبقى أنت بتستعد لاستضافة قمة عالمية في قضية المناخ ويبقى انت عندك موقف من الاشجار عند بعض مسؤولي الاحياء والبلديات والبتاع. يعني الشجره دي لها احترام وقدسيه خاصه جدا في بلاد كثيره، وكلنا لما نسافر واحنا كمان في امس الحاجه ليها استاذ سليمان، يعني دي رئه القاهره اللي بتعاني كتير جدا، ويمكن موضوع التلوث احنا اتناقشنا فيه اكتر من مره، والكلام بتاع حضرتك كتبته في المقال واحنا استعرضناه هنا صوت على صوت يوصل للمسؤولين. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي استاذ سليمان جوده. يعني 4 ساعات وتلت من غير فيسبوك من يوم ما بدأ، اعتقد يعني يا راحة الراحة. طيب فاصل ونعود وحديث القاهرة، وما زال لدينا العديد من الفقرات. اهلا وسهلا بحضراتكم. ضيفنا النهاردة هو من ايقونات العمل الاعلامي في العالم العربي، واحد عنده رصيد مهني ومسيرة نجاح طويلة ومميزة جدا، صاحب واحد من أشهر البرامج الحوارية في تاريخ الإعلام العربي كله. خليك بالبيت، ومن منا لم يستمتع يوما بجلوسه في البيت استجابة لزاهي وهبي الشاعر والإعلام الذي أجرى أكثر من 750 حوارا مع مبدعين وكتاب وفنانين واستخرج منهم لآلئ. هو شاهد على هذا العصر، غاب عنا كثيرا ولكن نسعد اليوم بطلته. اهلا وسهلا استاذ زاهي زميلنا العزيز الاعلامي الكبير. مساء الخير استاذ خيري، لحضرتك، للاستاذه كريمه، للقاهره وناس القاهره، لمصر الولاده ام الدنيا، للمشاهدين في كل انحاء العالم العربي وفي كل انحاء العالم. وألف شكر على يعني فيض المحبة وكرم المشاعر والكلمات الطيبة التي أتمنى أن أكون مستحقا لها. والله تستحقها بجدارة كمان أستاذ زاهي. يعني إحنا هنا أول حاجة حننقلها لك رسالة الناس اللي بتحبك في مصر، كل المصريين اللي تابعوا برامجك ولقاءاتك وثرائها بيحبوك جدا وبيقولوا لك قلبنا وجعنا لما عرفنا إنك مريض، وكنا بنتابع الأخبار يعني خلينا نقول كل يوم اللي بينشر عنها، وقع قلبنا مننا لما سمعنا أخبار مغلوطة عن حالتك الصحية ووضعك أيام كورونا. الأول طمنا عليك وألف حمد لله على سلامتك. سلامة قلبك وقلب الجميع، ومصر هي دايما قلب العرب وقلب العروبي وقلب الإبداع بكل معانيه الجميلة، وكل الشوق لمصر، لأن صار لي يعني يمكن من قبل كورونا شوي لم أزورها، وفي غاية الشوق إليها وإلى ناسها وإلى أصدقائي فيها. للأسف يعني طبعا تعرفي الإشاعات والكلام يعني أحيانا الذي يسطبق الأجل يطال العديد من الفنانين ومن المشاهير الذين يدخلون المستشفيات، وأحيانا قبل أن يدخلوا المستشفيات. مرة قالت لي السيدة صباح الله يرحمها ويطول أعماركم،
قالت لي يا زاهي مش عم بيخلوني أمرض، مش من حقي أمرض. يعني كانت كل ما رشحت أو كل ما أصابها إنفلونزا أو برد يقولوا ماتت الله يرحمها، قبل يعني قبل وفاتها بسنين. الله يرحمه النجم الكبير الأستاذ سمير غانم قبل وفاته ما موتوه، منذ أيام جورج وسوف، دوريد لحام، أيمن زيدان. لا أعرف يعني هؤلاء الذين يطلقون الشائعات على يعني على الفنانين وعلى المبدعين، ما الغاية من هذا الأمر؟ وقعها عليك كان صعب يعني. أستاذ زاهي صح؟ وقع الإشاعة يعني إشاعة وفاتك، وربنا يديك الصحة والعمر الطويل ودايما تمتع لك، الله يطول عمرك. كانت صعبة عليك؟ نعم إيه طبعا، يعني كانت صعبة علي، وأكثر كانت صعبة على زوجتي رابعة زيات الإعلامية المعروفة طبعا، لأنه كانت يعني هي اللي عم تتلقى سيل الاتصالات والاستفسارات وكل هالو. لحسن الحظ أنه وقت سمعت بالإشاعة كانت موجودة يعني قربي، وإلا يمكن لو كانت بعيدة كانت عني اتفزعت. كان يعني الأمور أهلي في سيدني في أستراليا، إخواتي وإخواني، ويعني كان الأمر صعب عليهم جدا طبعاً. ولكن الحمد لله أنا معنوياتي عالية وإيماني كبير، ودائما يعني كنت يعني هيك متماسك والحمد لله أزمة وعدت يعني طيب. صح كانت قاسية جدا، كانت صعبة يعني الفيروس نفسه والإصابة بالرواية بالرئتين كانت قاسية إلى حد يعني إلى الحد الأقصى فيني أقول، ولكن الحمد لله بالعناية الطبية اللي يعني بإرادة رب العالمين طبعا، والعناية الطبية ومحبة الناس، الكلام الجميل واللي كتب واللي قيل واللي تلقيته يعني رفع لي معنوياتي إلى السماء. طيب عايز أسألك سؤال بحس الشاعر وعين الشاعر مع هذه التجربة المؤلمة، أكيد بتبقى نظرة مختلفة شوية. عايز في جمل الشاعر، كيف كانت تلك الأزمة؟ كيف ماذا رصدت فيها؟ ماذا كتبت فيها وعنها؟ طبعا يكتب عنها الكثير، وبتعرف حضرتك ويعني والأستاذة كريمة أنه مثلا الشاعر الكبير محمود درويش كتب جدارية يعني من أروع كتبه ومن أروع قصائده الطويلة، كتاب كامل من بعد ما خاض تجربة القلب المفتوح والغيبوبة وأمل دنقل كتب الغرفة رقم 8 طبعا، وأمل دنقل وأنا قدمت حلقة كاملة عن أمل دنقل بحضور يعني السيدة عبلة الرويني موجودة على اليوتيوب. اللي بدي أقوله أنا باختصر لك هيك، كتبت طبعا الكتاب المطول تحتاج وقت وتحتاج مسافة يعني زمنية، أنا بفضل أنه لما نكتب عن حالي من هالنوع نبعد شوي بالزمن عنها حتى ما نكتب بانفعال زائد وبعاطفة يعني فياضة، نكون شوي العقل يعني تكون المشاعر بردت ونكتب بـ 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 بعقلانية. ولكن كتبت مقطع شعري صغير بيقول يمكن بيختصر هيك بيمثل جواب على سؤالك أستاذي، اللي بيقول فيه: عائدا من موتي، عائدا من موتي أبث الحياة في عروق الحياة، أرش الأرض قمحا وأغنيات، أقول للموت تأخر، أقول للموت تأخر، في القلب متسع للحب، في الرئتين هوى لا هواء، أقول للأصدقاء مهلا، أقول للأصدقاء مهلا، أجلوا ورد الحزن والرثاء، أقول للأصدقاء مهلا، لا وقت للدمع لا وقت للبكاء، أجلوا ورد الحزن والرثاء، أضيء العمر أضيء العمر قصائد وأغنيات. الله الله يا أستاذ زاهي. طب بص خليني أقول لك يعني بجد مرة تانية أنت أسعدتنا جدا جدا بكل ما قدمت عبر مسيرتك الإعلامية، لكن الجزء الخفي الله يخليك هو اللي أنا هقوله للناس، أنك معترف دائما بدور المرأة في حياتك، ويمكن أنت كتبت وقلت: تعلمت الحكمة من الرعاة، وتعلمت صح. الشجاعة من امرأة متروكة، وهي أمي الله يرحمها ودايما تفتكرها لنا بالخير. طب أمك بقى اللي كانت وراك من وانت داخل المعتقل عندك 18 سنة لحد ما عملت جايزة باسمها، تقول لنا عنها ايه؟
بقول انه تلك السيده يعني التي يرقد جثمانها تحت تراب عيناثة قريتي هي بعد الله سبحانه وتعالى صاحبه الفضل الاكبر علي، يعني ببركه دعائها يوم كانت على قيد الحياه وببركه رضاها حيث هي الان، فيعني وسعت امامي الدروب الضيقه، اضاءت امامي الاماكن المعتمه، بيديها المرفوعتين نحو السماء دعاء كانت ترفع السقف فوق رأسي، سقف الأمان والطمأنينة وسقف الرضا. الإنسان حين يسمع كلمات الدعاء وكلمات الرضا من والديه ومن أمه بشكل خاص يشعر أنه مشحون بطاقة إيجابية لا حد لها، يصبح أشبه بالمقاتل النفاثة، ينطلق بوقود نووي يعني في الحياة. وأنا مدين للرضا، يعني نحن نشأنا على مقولة يا رضا الله ورضا الوالدين، فما بالك بالأم، يعني خصوصا إذا كانت يعني أم مكافحة صامدة صابرة كمعظم أمهاتنا، يعني خصوصا أنني ابن قرية ونشأت يعني جزء كبير من طفولتي ومراهقتي في الريف بكل ما يختزنه الريف من عادات جميلة ومن تواصل إنساني ومن رحابة وإلى آخره. أستاذ زاهي، كيف يمكن أن تصف لنا المشهد الإعلامي في العالم العربي والمشهد الإعلامي اللبناني وتوقعاتك للإعلام اللبناني في ظل قيادة إعلامية زي الزميل العزيز الأستاذ جورج قرداحي؟ يعني أبدأ من الآخر بقول لك، يعني أستاذ جورج قرداحي طبعا صديق عزيز وزميل محترم وقدم يعني نموذج راق جدا في الإعلام العربي، وصاحب كاريزما وصاحب حضور وصاحب إطلالة متميزة وله باع طويل يعني في العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني. هذه المرة يعني نجد الرجل المناسب في المكان المناسب كما يقال. أتمنى له التوفيق طبعا، وإن كان يعني يأتي في مرحلة صعبة وفي ظروف قاسية تمر على لبنان واللبنانيين يعني وفترة زمنية أيضا محدودة، يعني عمر الحكومة الحالية إذا حصلت الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها لن يتجاوز الأشهر، ولكن نأمل بما أنه هذه المرة أعطي الخبز للخباز أن يأخذ الأستاذ جورج قرداحي يعني الخطوات التي يعلم جيدا، يعني هو أحد الإعلاميين البارزين في لبنان والوطن العربي، يعرف مشاكل الإعلام اللبناني، يعرف مطالب الإعلاميين اللبنانيين، يعرف يعني ما يصبو إليه الزملاء من يعني حقوق ومن مطالب محقة. أما مسألة الإعلام بشكل عام، يعني أبدأ بالإعلام اللبناني. للأسف يعني أنتم تعرفون وتلاحظون أنه منذ سنوات، يعني منذ بدأت عادة الانقسامات السياسية الحادة في لبنان وغرق لبنان في أزماته ومشاكله، انعكس الأمر أو انعكس واقع الحال على الإعلام اللبناني الذي تحول إلى إعلام يعني لكل جهة سياسية أو لكل طرف سياسي، لكل زعيم يعني فضائية خاصة أو قناة خاصة، ويعني غرقنا في الأمور الداخلية وخسرنا جزءا كبيرا من متابعينا في الوطن العربي بشكل عام، إلا فيما ندر. هذه حقيقة علينا أن نعترف بها كي ننهض من جديد. أما الإعلام العربي يعني ليس في أفضل حالاته برأيي، أنا أحكي من يعني بمرارة وبحرقة وبحرص. طبعا هناك إضاءات كثيرة، هناك زملاء محترمون وبرامج راقية كما يعني تقدم يعني كما تقدمان، ولكن الذي يغلب على الإعلام العربي هو الجوانب الترفيهية وبرامج المنوعات أو الجوانب السياسية ويعني الصراعات السياسية. أنا أتمنى أن الإعلام العربي يصبح أكثر قربا من الواقع العربي، أكثر قربا من الشارع العربي،
من الإنسان العربي يطرح القضايا المختلفة التي نعاني منها يعني في معظم بلداننا العربية، وأن يكون هناك متسع أكبر ومساحة أكبر للمثقف العربي، للعقل العربي، للمبدع العربي في شتى المجالات. يعني أتمنى أن أشاهد دائما وليس نادرا الروائي العربي، الشاعر العربي، الرسام، المسرحي. أفتقد يعني إلى 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 إلا ما ندر. طبعا هناك برامج، هناك بعض القنوات المتخصصة بالشؤون الثقافية، ولكن نسب المشاهدة لدى تلك القنوات لا تكون كما هو مطلوب، ولا تدعم كما ينبغي، ولا يروج لها كما ينبغي. أتمنى أن يكون العقل العربي حاضرا أكثر في المشهد الإعلامي العربي. هل في خطواتك مثل نوعية يعني هذه البرامج اللي تحدثت عنها دلوقتي أستاذ زاهي، يعني بعيدا عن خليك بالبيت وبيت القصيد وكل هذه الأشياء، هل فعلا ستحاول تقديم في مخططك القادم الشخصية العربية المفكرة المثقفة اللي احنا محتاجينها تكون نموذج دلوقتي؟ أتمنى أنا أقوم بما أستطيع، يعني بما أستطيع القيام به، وبال يعني بما بالإمكانيات المتاحة من خلال بيت القصيد حاليا، وسابقا من خلال خليك بالبيت. ولكن أتمنى يعني أن تكون هناك إمكانيات أكثر، أن تكون هناك ميزانية أوسع لهذا النوع من البرامج، خصوصا أن يعني الثقافة قادرة على أن تكون عامل استثمار جيد ومربح. أنا أفهم أن التلفزيون هو في نهاية المطاف مؤسسة وشركة لها جانب تجاري، لها جانب يبغى الربح، لديها مصاريف، لديها يعني نفقات كثيرة. نستطيع، حقا نستطيع أن نحول البرامج الأدبية والثقافية والفنية الراقية إلى برامج تستقطب المعلنين وتستقطب الرعاة. إذا تخلينا عن التجهم والصرامة التي يعني طبعت كثير من هذه البرامج في العقود الماضية، وقدمنا المادة الأدبية والثقافية والفنية بشكل سلس وبما يواكب الزمن والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي الموجود اليوم يعني بين أيدي كل الناس. ويعني أشرتم قبل قليل أن العالم في هذه اللحظات كله يحبس أنفاسه بانتظار ما سيحل بالفيسبوك والإنستغرام والواتساب وسواها من تطبيقات. خلينا نقول كل ما له قيمة يعيش، ويعني عشان كده احنا مشكورك جدا لوجودك معانا، وحمد لله على سلامتك، نورت حديث القاهرة وطمنت محبيك اللي موجودين وبيتابعونا، وبنتمنى لك دايما التوفيق في كل محطاتك الإعلامي، والزميل الإعلامي الكبير الأستاذ زاهي. وبننتظرك، بننتظر إطلالتك الجميلة، وحشتنا، والساحة تحتاج إلى مثلك يا أستاذ زاهي. بتشرف لي، يعني أنا تشرفت بالإطلالة معكما وعلى يعني الشاشة المصرية وعلى الجمهور المصري والعربي، وبتمنى لكم كل التوفيق. أنتما يعني أستاذان كبيران أيضا، وغمرتماني بالمحبة وبالكرم، كرم اللياقة والمشاعر الفياضة، وهذا ليس غريبا لا على مصر ولا على المصريين. فقط أريد أن أختم أنني قبل قليل كتبت على تويتر: الحمد لله على نعمة الانتماء إلى جيل الحمام الزاجل. نحن جيل يعني حضرتك أستاذ خيري يعني تقريبا أنا وياك من نفس العمر. أيوة طبعا. فما عندنا مشكلة يعني نقدر نستغني عن الطعام. أنا مش عايزه خالص، أنا عايز التليفون بتاع زمان اللي كنا بنعمله كده يا أستاذ زاهي. أيوة. شكرا، وتحياتنا للأهل والأصدقاء واللبنان بكل ما فيها ومن فيها. خالد البرماوي بعد الفاصل. لكن عايزين ننوه ان انتوا تنتظروا حلقتنا الاخيره النهارده، واذا عندكم تعليقات يمكن هنسعد بيها جدا على صفحه الاخيره. يمكن الفقره الاخيره اللي معانا النهارده هنناقش فيها، يعني كنا زمان بنقول يعني المقوله الشهيره: لا ادري كيف ترعرع في وادينا الطيب هذا القدر من السفله والاوغاد. هنحط عليها خطين ونقول الجرائم الغير معتاده. هي بالفعل غير معتاده. لو جايبه ضيوفنا النهارده استاذين عندهم خبره طويله جدا في، مش محرر حوادث عادي لان انا محرر حوادث قديم، دول من المحررين العتاوله. استاذ محمد صلاح الزهار، احنا جيل واحد، استاذ كان من الناس التي لديها عين
وكان عنده ابعاد وكان عنده معايير مهنيه فيما ينشر، مش زي دلوقتي. الاستاذ سامي عبد الراضي تجربه طويله جدا، يحظى بمصداقيه شديده، مؤمن بالمعلومات، جمع المعلومات والتحليل. يعني عندنا نموذجين يشرفوا النهارده، لكن بعد خالد البرماوي مش عارف خالد هيطلع يعمل ايه. يعني انا مستني خالد يقول لي هيحل المعضله دي ازاي، اذا كان اكل عيشه اتقطع، اكل عيشه ما عندوش اكل عيش. بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم. تخيلوا واحد قضى عمره يدرس في التكنولوجيا الجديده دي عشان يشتغلها، وتبقى هي شغلانته واقفا، ويجي كل ادواته تتضرب. لا فيسبوك ولا تويتر ولا واتساب، في شماته ولا حاجه، لا. يطلع يعمل ايه؟ العمر اللي ضاع ده، الدراسه دي كلها، لا. والعلم ده كله يروح فين؟ طب مساء الخير الاول يا خير، مساء الخير يا شماتة استاذ. شايفه الشماته المره الثانيه؟ والله لا، وواقفا رجلي اصلا. انا ما كنتش واقفه النهارده لانك صعبان عليا. هتقف تعمل ايه؟ هي فعلا هي ليله وفاه الترند او ابو الترند نفسه فيسبوك. لا طبعا ليله صعبه، واحنا عانينا كمان، بس احنا كنا خلصنا من مجموعه من الترندز او الاتجاهات الجمهور قبل ما يحصل ازمه. قبل ما تفتح الصفحه بتاعتك او انت بتفتحها، احنا عايزين نهني بس النهارده تم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب والسفير محمود كارم النائب. ضم التشكيل النهاردة أسماء محترمة جدا، هم 27 اسم مش هقدر أقولهم كلهم يعني، بس منهم الدكتور محمد سامع عمرو وزير الخارجية الأسبق، الدكتورة نيفين مسعد، الأستاذ جورج إسحاق، زميلتنا النجمة نهادة بالقمصان، الأستاذة المحامية الشهيرة، زميلنا الصحفي عزت إبراهيم، الأستاذ محمد أنور عصمة السادات، المحامي سعيد عبد الحافظ. أسماء كثيرة جدا انضمت إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. نأمل من الله أن يكون يعني فاتحة خير لهذا المجلس في ظل الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان. تفضل أستاذ خالد. مبروك طبعا لزميلتنا استاذه نيالا والقمصان وكل المجلس. طيب مجموعه من القصص طبعا ابرزها واهمها القصه اللي قال عليها خيري، هي فكره فيسبوك وايقاف خدماته. لكن قبل ما نبدا على قصه فيسبوك، خلينا نبص على ايه الشخصيات اللي اهتمت بيها المواقع الصحفيه. دول اهم 8 شخصيات تقريبا، مش بعيد عن الشخصيات اللي كانت موجوده. وزير التعليم دكتور طارق شوقي دخل في القائمه لاول مره الاسبوع ده بسبب تصريحاته لحديث القاهره امس، وكمان بسبب ان العام الدراسي خلاص على وشك. دخل برضو معانا أشرف صبحي دكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة بسبب أزمة الزمالك، ومحمد شريف موجود، وكارلوس وأحمد مجاهد موجود، وطبعا قيس سعيد رئيس التونسي موجود. قيس سعيد 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 هو التوانسة بالنطق التونسي، لأنه في ثلاثة، في سعيد وفي سعيد وفي سعيد. قيس سعيد. أيوة. انا طبعا يعني خبراء في الشأن التونسي عشان نجيب محمد صلاح رقم واحد. طبعا محمد صلاح رقم واحد طبعا بسبب الماتش بتاعه، وهنجيبها. تعال بس نشوف الاول ايه اللي حصل. ايه الفيسبوك؟ فيسبوك الخدمات وقفت الساعه بتوقيت مصر 45 دقيقه، 39 و40 دقيقه قبل الثلاث دقائق من ايقاف الخدمات بره. ايه السبب؟ ما نعرفش، ما فيش عندنا بيانات. فيسبوك طلع بيان بيقول ان الخدمة تعطلت عند بعض الناس، واستخدم كلمة بعض الناس، وهم لسه مش عارفين ايه وبيحاولوا يتعاملوا مع المشكلة. المشكلة دي خد بالك اول مرة تحصل، ان خدمات الفيسبوك الاربعة الرئيسية، فيسبوك ماسنجر، واتساب، وانستجرام، الاربعة يتم ايقافهم على مستوى العالم. ومش عيب في الخوادم، لا ده عيب كمان اساسي في الدي ان اس اللي كان بيتكلم عليه دكتور محمد الجندي، اللي هو نظام العناوين نفسها، اللي هو انت تطلب الفيسبوك ما تلاقيش موجود اصلا. فدي مش امر بسيط ولا سهل. البنتاجون لسه كان مطلع تصريحات ما فيش من ساعه بيتكلم فيه ان هو بيحقق هل الموضوع فيه تخريب ولا لا، لانه غالبا الموضوع ده مش هيكون خطا تقني، الاحتمال الاكبر ان في ايادي خفيه. طيب تعال نبص حجم الفيسبوك عشان تبقى عارفين احنا بنتكلم على ايه. احنا بنتكلم على 3 مليار بني ادم، 3 مليار مستخدم فيسبوك، 3 مليار مستخدم فيسبوك في العالم. دول تقريبا قد نص سكان العالم، او 40% او 45% بالظبط من سكان العالم. 3 مليار تقريبا، فيعني تقريبا 45% من سكان العالم، واكتر من 60% من سكان الانترنت لو جاز التعبير. بنتكلم على اسهم زي ما انتوا قلتوا، والارباح زي ما انتوا عرضتوها، والارباح خد بالكوا زادت
14 مليار في العام بتاع كورونا، فبنتكلم على واحدة من أوج الأوقات مجدا من ناحية الأرباح بالنسبة لفيسبوك. فيسبوك في مصر حاجة ضخمة كبيرة، ما بنتكلمش على شبكة بسيطة، احنا بنتكلم على الشبكة في مصر، مصر والقاهرة تحديدا واحدة من أكبر 10 عواصم على مستوى العالم، ما بنتكلمش على حاجة بسيطة جدا. المصريين بيقضوا على الفيسبوك كام؟ بنتكلم من 3 ل4 ساعات وقت المصريين كل يوم بيقضوه على الفيسبوك. بنتكلم كمان ان احنا بنتكلم على ان 45 مليون مستخدم للفيسبوك، ودي احصاءات من يناير 21 لسه طازه، ويمكن بدات تزيد اكتر. بنتكلم متوسط اعمار المصريين، يمكن عشان كده خيري ما حسش بالازمه قوي، لان هو مش من 11 ل24 ولا هو من 25 ل34، انا وكريمه اللي هو من 25 ل34. انا من 11 ل24، لسه قايل لزانة من ايام المنافلة. فانت خلاص انت قلت، ما انت كشفت نفسك. طب قلت من اول بطل خليك انت في البتاع اللي بيعطل ده، على الاقل المنافلة كانت بتطلب. فاحنا حاسين بالمشكله، يعني لسه كنا بنتكلم زميلتنا ديانا مش عارفه، احنا الكوميونيكيشن ما بيننا والتواصل ما بيننا في اشكاليه كبيره، لان جزء كبير جدا من التواصل ما بيننا ما بين تيم البرنامج كانت قايمه على الفيسبوك ماسنجر وعلى انستغرام. طبعا في بدائل ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين، بس تعال بسرعه عايز اخدكم على البورصه، ايه اللي حصل كمان في الاسهم. انت بتتكلم على ان هو بدا اليوم ب 3 مليار 35 ب 335 مليار قيمة الأسهم بتاعة الفيسبوك، ودي قيمة الأسهم مش القيمة المالية أو قيمة الشركة نفسها، قيمة الشركة ممكن يكون 6 أضعاف. نزلت بتتكلم في يعني أقل رقم وصلت له كان 322، طلع التاني شوية ولسه مفروض البورصة بورصة نيويورك مفروض بتقف، فبنتكلم على انهيار مش بسيط 5% من الأسهم. طب الشبكات الاجتماعية في مصر عشان نبقى عارفين، احنا بنتكلم على الشبكة رقم واحد هي يوتيوب، حلو، دي تبع جوجل مش تبع فيسبوك، لكن الرقم 2 في مصر فيسبوك، رقم 3 في مصر واتساب ملك فيسبوك، رقم 4 في مصر انستجرام برضو فيسبوك، رقم 5 برضو فيسبوك، فيسبوك ماسنجر، بعيد شوية تويتر وسناب شات، تيك توك مفروض داخلة في القائمة دي برضو على فكرة اتقدمت شوية. طيب دي قصة الفيسبوك باختصار، ما عندناش بيانات لي علاقة بإيه اللي حصل أكتر من نوع عطل، ودي أول مرة تعطل بالشكل ده. بعيد عن فيسبوك ناخد القصص السريعة اللي بعد كده، عندنا قصة عندنا قصة لمحمد صلاح. محمد صلاح قلب الإنترنت، وكان فعلا أكتر من دولة، بتكلم على إسبانيا، بتكلم على إنجلترا، بتكلم على مصر، الصحافة العالمية، الصحافة العالمية، بتكلم حتى كمان على مستوى السوشيال ميديا، العناوين الصحفية كلها اهتمت بالقصة، بتتكلم على أن صلاح لم يعد خلاص من الأفضل، ما نقولش انه من الافضل في العالم، محمد صلاح هو الافضل في العالم، حسم الامر الذي فيه ايه كنا بنستفتي. اكتر صحيفه ذا بيلد، ويمبلدون، ليفربول ايكو، عندنا دي تغريده لمحمد صلاح كان بيتكلم فيها على فكره، هو كان نفسه فعلا ان هو يبقى الهدف بتاعه هدف الفوز، وقال تصريحات كتيره ليها علاقه ان هو كان امله ان الهدف ملوش قيمه وهيتفرج عليه ويشوفه، كان نفسه يبقى فيه 3 بونت لان كان مهم جدا في صراع الهدافين. دي عرضناها امبارح بس قلنا برضو لازم نحطها، لان دي مش حاجه بسيطه ان اكبر شبكه رياضيه في العالم تحط صلاح على القمه، ابنكو بقى على القمة مش من ضمن الناس اللي في القمة. هوريكم حتى كمان مقارنات، وبدأت تتحط مقارنات بين ميسي ورونالدو، بيكلموا ان هو ابعد منهم كتير، بقى كام على اللحظة دي، مع احترامنا لتاريخ ميسي ورونالدو، بس ابنكم ملك الان، ملك هذه اللحظة، اوكي، بيقارنوه ما بين نيمار، ما بين امبابي، ما بين ميسي، الثلاثة مجتمعين مع بعض يشوا حاجة ومليار ونص، لكن الثلاثة عاملين السنة دي 6 جوان، ابنكو عامل 9 تجوان وثلاثة أسست كده. يقول لك أنا مش سامع، سمعوني. شفت سمعوني، دي آيكون، أوكي، ابنكو فارد، ابنكو صلاح فارد 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 جدا، أوكي. جيمي كاريجر دوت أسطورة، أسطورة ليفربول، ولاعب من اللعيبة التقال جدا، بيقول لي الإدارة من الآخر الدور اللي يستحقه، لأن ده لعيب من طراز عالي جدا، اوكي. طبعا انتوا عارفين ازمه الفلوس بتاعته والقصه دي كلها. بيتر دروري ده معلق رياضي ايطالي، بيقول هذا هدف بلاي ستيشن، ده مش هدف حقيقي، ده مش بني ادم حقيقي. ولي بون، ده لي بون
جيمس ده لاعب باسكت امريكي شهير جدا. اوكي المهم يعني انت بتتكلم على قلب الدنيا محمد صلاح والحركه طيب. غير صلاح دي. طيب والله انا ما هشبع يعني لا أنا عندي بس لو بس عايزين نقعد على صلاح للصبح طيب. معاك بس قصه غير. قصه شويه من صلاح للمنتخب وصول لعيبه المنتخب خلاص بداوا يوصلوا عندنا النني اعلن عن وصوله بصوره من الطياره وكاتب في يوم الدنيا عندنا مصطفى محمد جه بعد جونين جابهم مع جلاتا سراي امبارح وكريم حافظ مع مصطفى محمد والاثنين تقريبا وصلوا على طياره واحده ومفروض في انتظار محمد صلاح عندنا قصه تاني ايمي سمير غانم بقى لها فترة كبيرة جدا ما بتكتبش كتبت النهاردة على الحساب بتاعها على الفيسبوك وبتقول فيه انها كل لحظة بتمر عليها وكانت بتتكلم على اللحظات المعاناة اللي كانت شايفة فيها الفنان العظيم سمير غانم والفنانة الجميلة دلالة عبد العزيز الله يرحمهم الاثنين كان حاسة بألم وبتطلب ان الناس يدعو لهم وبتتكلم على ان الحمد لله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء كتير جدا من الفنانين والمشاهير ردوا عليها اسعاد يونس بتقول ربنا يطبطب على قلوبك وهند صبري كمان اكرم حسني الزميل الاول كان زميل اعلامي دلوقتي بقى ممثل واحمد السعداني احمد صلاح السعداني طيب بسرعه ناخد قصه من الهند ايه اللي حصل ابن شاروخان تم القبض عليه اريان تم القبض عليه كان في حفلة في كورنيش كده زي كورنيش النيل عندنا الكورنيش بتاعهم مجموعة من الشباب و كانوا على ظهر مركب على ظهر مركب وما تفهمش هم يعني الموضوع فيه مخدرات الغاز هو متهم ان هو بيتعاطى مخدرات لسه تحليل مخدرات ما طلعش شاروخان كان عنده فيلم عايز اقول لك نيويورك تايمز دلوقتي بتقول موظف فيسبوك لا يمكنه متواصل بهواتفهم المخصصة للعمل ولا يمكنهم دخول مكاتبهم لتوقف تصريح دخولهم الرقمية عن العمل كده الموضوع شكله كبير طيب لا طب انا مش طيب. معايا غير آخر حاجة بقى طيب انا مش معايا غير قصة اخيرة من السويد وفاة رسام الكاريكاتير لارس فيليكس لارس او لارش باللغة السويدية كتير جدا من الاهتمام القصة ما كانتش رقم واحد بس في دول الخليج كمان كانت في السويد في الدنمارك في النرويج في كل الدول الاسكندنافيه اللي عمل رسومات مسيئه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ردود فعل كبيره جدا الملاحظه يا خيري لما بصيت على عناوين الصحف الاجنبيه كلهم عرفوه بانه الرسام الكاريكاتير اللي رسم صور لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فده الوصف فيه فما اعرفش هل ده يعني هل ده مهنيه مثلا انت تعرف الراجل ده هل ده لان هو ما كانش ليه اي شهره ده شهرته الكبيره لما حصل ده وطريقه موته الغريبه محروق في عربيته هو والاثنين ضباط اللي بيحرسوه بسبب هذه الرسوم طبعا شيء لازم مهنيا هو مفارقه غريبه يعني بس في اراء كتيره وفي اكتر من تغريده جبنا التغريدات اللي هي الموضوعيه في بعض الناس قعدت نشر الرسوم في ناس كانت بتترحم عليه في ناس قالت منه لا في ناس قالت ان هو يعني مش مفروض نربط مش منطقي هم ماشي بسبب الدعاية وهم بسبب خطأ ده باختصار شديد جدا عايز ابلغك ان السلية وقع وهجر احمد الفنانه الشابه عندها كورونا وفي ازمه كبيره جدا على فكره انها شاركت في اعمال وهي مصابه ونقابه الممثلين طلعت انا اعتقد النهارده كده هتمتد معانا لبكره قصه كبيره اعتقد النهارده ان هيبقى عندك وقت فراغ عشان الليل مش هتعمل حاجه يعني فاذا حبيت نتقابل بالليل او كده انا انا بتاع زمان ما عنديش مشكله انت اللي هتحس بفراغ انت الواقع واحنا الايه ايوه انت بتاع فراغ جامد دلوقتي حلو صراع نشكرك جدا يا خالد نورتنا نشكر زميلنا خالد البرماوي وهنطلع فاصل بعد الفاصل نستقبل الاعلاميين الكبيرين محمد صلاح الظهار وسامي عبد الراضي ونظره على المجتمع من خلال صفحات الحوادث اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى هي زياره للمجتمع المصري ما الذي حدث فيه دائما يقرا المجتمع كان بيبقى بنقراه من باب الاجتماعيات دلوقتي بنقراه من خلال صفحات الحوادث صفحات الحوادث اختلفت كثيرا بمحرريها بمضمونها ضيوفنا النهارده مش بس
بدأوا حياتهم واشتغلوا سنوات طويلة جدا محرري حوادث، ولكنهم اشتغلوا في مجالات إعلامية مختلفة، في التلفزيون، في الصحافة، في التحليل، لديهم رؤية مختلفة، أساتذة إعلام. فرصة ان هم معانا نقرأ المجتمع من خلال صفحات الحوادث، من خلال محرري الحوادث، لأن أيضا محرر الحوادث اختلف. زميلي العزيز الإعلامي الكبير الأستاذ محمد صلاح الزهار، أهلا وسهلا، منورني. ربنا يخليك. وزميلنا العزيز الغالي أيضا الأستاذ سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، أهلا وسهلا. أهلا بيك أستاذ كريم، منورني. أستاذ كريم منورين، منورنا جدا. يعني بصراحة هو بيقول هنقرأ المجتمع من خلال صفحة الحوادث، خلينا نقول ندخل من الباب الخلفي للمجتمع، بلاش ده يبقى الباب الأمامي، لكنه معبر عن حاجات كتير قوي. تجربة العمر عندك يا أستاذ محمد ما هياش بسيطة جدا. تخلينا نسأل وإحنا عارفين إن إحنا هنلاقي الإجابة، هل شكل الحوادث ومساحتها وحجمها واللي إحنا شايفينه حاليا ده كان موجود قبل كده، ولا بالفعل المجتمع حصل فيه حاجة غريبة والحوادث بقت مختلفة وأكتر؟ بص يا فندم، بقول لحضرتك هو يعني معدلات الجرائم ونوعيتها وأعدادها، خليني أقول لك، مشت بشكل طردي او بشكل متوازن مع السرعه الشديده اللي حصلت في المجتمع في كل شيء. لما نيجي نبص ل 20 30 سنه ورا فيما يتعلق بنوعيات ومعدلات الجرائم، مش هقول لك اقل ولا اكتر لانه طبيعي تزيد لانه الناس بتزيد، ولكن خليني اقول لك عندنا شيء خطير جدا اسمه المحاكاه. زي ما استاذ خيري كان بيقول من شويه ان المجتمع في مصر كان يقرا من صفحه الحوادث. انت بتشوفي الصفحه الاولى الرئيس قال ايه، مين عمل ايه، الحكومه ايه، مالناش علاقه. لا، المجتمع فيه ايه، العلاقات الاجتماعيه شكلها ايه، فبتشوفي الغالب انه حوادث النصب، بتشوفي حوادث القتل، بتشوفي اسباب الجرائم، الدوافع ساعتها. النهارده صفحات الحوادث المطبوعه ليست معبره. ليه؟ لانه الصحافه المطبوعه بقت اهتمام متاخر قوي مع القارئ اللي بيلاقي الخبر عند السمارت فون في 3 دقائق، فبالتالي الصفحه اللي كلها بتقتل وتدخل على الفيسبوك وتكتب انا قتلت وتصور بالظبط. فالنهارده احنا في مشكله، يعني انا شخصيا مرعوب، مش لانه في حوادث، لانه الجريمه باقيه بقاء الزمن، يعني ما بترعبش بمعدلات الجرائم، ولكن المشكله ان احنا نكون كمجتمع مش قادرين نستوعب ان احنا علينا دور مجتمع كله في مواجهه هذا التطور اللي حصل في الجريمه. بمعنى اكتر توضيح، احنا كنا زمان بيعلمونا، والأستاذ خيري يعني الشريك ورفيق طريق ورحلة، إن بيعلمك أنت قاضي، أنت دكتور نفساني، أنت بتنوبي عن المجتمع في تخطيط هذه الحادثة. فأنت مش رايحة عشان تعملي حاجة إلا أنك تنقلي للمجتمع بني آدم عمل تجربة غير معتادة أدت به إلى أنه هيروح يتعدم أو ياخد مؤبد. مش قضيتنا أنا حكمه النيابة تدي له ليه شايفة، إنما أنا رايح أنقل صورة للمجتمع أحطها في الجرنان بصدق عشان تعمل ايه؟ التحذير والتخويف والترهيب والعظة، وتدفع مؤسسات البحث والدراسة على انها تشوف هذه الظواهر. النهاردة القائمين على الاعلام عن الجريمة، انا مش عايز اهاجمهم، لا بالعكس، ده احنا كلنا زملاء، لا مش واخدين بالهم انهم لازم يبقى عندهم خطوتين ثلاثة سباقين. الترند مش هيودينا في بلاوي اكتر من كده، يا ريت نخلي الترند على جنب نعمله بس يبقى في ناس تهتم بانها تنزل مكان الحوادث وتحقق. النهارده اؤكد لك من غير ما اعمل يعني فيها ان انا عارف ابو العريف، ثلاث ارباع تفاصيل الحوادث ليست حقيقيه، هي منقوله. انا اكتب سامي ينقل ورايا، وساعات بالاخطاء الاملائيه، مش سامي عبد الراضي طبعا، وننقل بالاخطاء الاملائيه عن بعض عشان ايه الاملائيه عن بعض. السوشيال ميديا اللي سهران بيلاقي الخبر نزل وقت. احيانا بلاقي باخطاء عشان عشان ابقى انا موجود، لا عشان اجيب ترافيك وعشان ما ابقاش غبت ما ضربتش زميلي ما ضربنيش. انما النهارده شوف الترند، الاربع سطور اللي انا او الاربع كلمات اللي انا بعمل بيهم ترند، اعترافات الزوج الذي قتل بنته لانه مش عارف عمل معاها ايه، بس اعترافات الزوجة التي استضافت اخو زوجها عشان يقتل جوزها، ده الترند. طيب اكمله، بس المجتمع احيانا عشان الترند ده بتتعمل عناوين في الصحافة ليس لها علاقة بالمضمون اطلاقا. وده خليني اجيلك شوية، يعني انا حضرت جيل كان عنده معايير مهنية بصراحة، كان اساتذتنا بيعلمونا، الصحف بتاعتنا كان عندنا معايير مهنية في نشر الصورة، في نشر الاسماء، في فكرة المتهم والقاضي. كان محرر الحوادث اللي بيشتغل في الداخلية بنقول عليه سيادة اللواء. ليه؟ لأنه خد هذه الصفات والانضباط، وبيروح من الصبح يقعد في المدرية وفي القسم وبيحضر حوادث،
المحرر القضائي يقولوا عليه سيادة المستشار عشان بقى حافظ قانون وحياته في النيابات والقضاء وخلافه. ولكن بحكم تجربتك كمحرر أولا ثم رئيس ثم مدير تحرير، ما ينشر في السوشيال ميديا من أخبار حوادث هو كاشف لعورات مجتمع ولا كاشف لعورات مهنة؟ عشان بس ما نجيش على الصحافة وما نجيش على الزملاء الصحفيين في التوقيت الحالي، خلينا نطبق قاعدة الجزء والكل. تمام؟ ليس كل الصحفيين عندهم أزمات في الصياغة وفي الكتابة وفي الانتقال وفي وصف الأمور ووضع الأمور في نصابها. يعني أنا عندي زملاء لسه صغيرين بينزلوا عندنا في الوطن وفي بعض المواقع التانية، عارف إزاي المأساة بتاعة القصة اللي هو نزلها، عارف إزاي يشتغل، لكن أحيانا بيحصل فيه تجاوز. التجاوز ده إحنا بنسيطر عليه ب عارف شغل الديسك وشغل المراجعة وشغل العيب. مثلا ممنوع عندنا ننشر صورة أطفال بشكل مباشر، لازم يتعمل استراب على وجه الطفل أو الطفلة. الجرائم الأخلاقية احنا مثلا بنتكلم عن تجربتنا في الوطن منعناها تماما، وخصوصا الامور المرتبطه بالامور العائليه يا استاذ صلاح. رفضناها تماما. لكن المجتمع مرآته صفحه الحوادث، مرآته ما يحدث في صفحه الحوادث. يمكن لو تابعنا اللي حصل عندنا ثلاث جرائم حصلوا الاسبوع ده في منتهى الخطوره. الجريمه بتاعت الشاب اللي قتل مراته، مش هقول عروسته لانه هو كان كاتب كتابه قبلها باسبوع. تخيل المشهد حصل ازاي. هو ليلة الحنة المفترض العريس بيروح للعروسة، فقبل ما يروح مع الزفة بتاعته كلمها قالها طلعي ورا البيت، فطلعت له ورا البيت قتلها وخد التليفون ورجع على بيتهم. جه مع الزفة وقعد مع الناس ومع خاله اللي هو ابو العروسة واتكلموا وبتاع. بعد ربع ساعة لهم فين العروسة، فين عايز اشوفها، قعدوا يدوروا لحد ما لقوها. تمام؟ ليه؟ لان هم بمنطق قبلي حصل فكره ان ده لازم يتجوز دي، فالولد ما قدرش يقاوم القبليه اللي موجوده عنده في العيله او في البلد دي في اليوم، وكان مرتبط بحد تاني او بيحب حد تاني، فخلص من القصه. الحاجه التانيه بس كده القتل سهل قوي. القتل يعني القتل بقى سهل وكتير. تمام؟ سهل وكتير. شفنا الفيديو اللي سجل حادثتين السيده اللي قتلت شاب في الهرم ولعت فيه وهو حي وتوفى رحمه الله، نجار او سباك، وهي كانت راحت تنتقم من اخته، ودي اتسجلت بالفيديو. وهنا ميزه الكاميرات اللي موجوده في الشوارع. ميزة وعيد. لا انا شايف انها ميزه اكتر، ميزه للامن علشان يقدر يجيب الجاني وتبقى قرين عليه. لكن عيب انك بتسارع بالنشر قبل التحقق من اي شيء وفي انتهاك. لا ما هو هنا لازم هنا في لازم عقوبات ولازم في تقنين للمساله. انا ما اخدش الفيديو، حتى بقول لزمايلي واي بوست او فيديو موجود على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، انت حققه كانك ضابط شرطه او وكيل نيابه، ما تنشرش، خد ثلاث خطوات لورا زي ما قال عمنا الاستاذ صلاح واشتغل. انا الحمد لله انا بزعم ان انا بطلت شغل حوادث من 3 سنين، ولكن انا لما بدات في اخبار اليوم برضو كنت محظوظ ان انا اشتغلت في نفس المدرسه، وبعد كده اشتغلت في شغل خاص ما كملتش، هم اتطردوا وانا برضو مشيت وكملت. بس رجع صلاح بقى نجم. استاذ صلاح طبعا استاذ صلاح كبير صحفيين في اخبار اليوم وعلامه من علامات اخبار اليوم. الحاجه الثالثه، الحادثة الثالثة من أبشع الجرائم اللي ممكن تحصل يا أستاذ خيري، حصلت عندكم في المنصورة للأسف. الأخ وأخته أستاذة جامعية، أستاذة جامعية يا أستاذ صلاح. أيوة. خدوها أخوها، خدها في عربية وخد صاحبه عشان تتنازل عن الميراث. عشان تتنازل عن الميراث، يعني عمل زي جريمة اغتصاب وخلاها قلعت هدومها في العربية. أنت عارف أنا قعدت أغمض عيني عشان ما تشوفش، مش قادر أستوعب. لا أنا ما اتفرجتش طبعا، ما أقدرش. أنا حتى ما قدرتش أشوف الست نفسها الدكتورة. بس بقيت يا محمد بغمض عيني، مش قادر أتخيل أخ جايب واحد لأخته وهو اللي بيقلعها علشان ميراث. هنا المسألة، وده خلينا نرجع لك. أيوة. معلش أنا آسف. أيوة. أيوة. هذه البشاعة والجرائم الأسرية. أيوة. أيوة الجريمة موجودة، موجودة، ولكن الجرائم الأسرية زادت جدا.
الاخ والاخ والاخ. بص يا خيري، هو اللي انت مسكت النقطه المهمه، وبرضه الكلام متصل، الكلام اللي قاله استاذ سامي متصل. هو النهارده تاثير السوشيال ميديا على ده ايه؟ انا اقول لك بدون دراسه علميه، باحساس واحد محقق صحفي اشتغل في المسائل دي وفي الاعتلالات او الاعتمالات النفسيه. تداول الصور بهذه الطريقه بيعمل شيء اسمه المحاكاه. صحيح، الناس بتقلق يعني. أيوة. بيسهل الامر وبيعمل اعتياد، وبيعمل اعتماد على التشوك. يعني اتصدمت مره فالتانيه خلاص بقى طبيعي تشوفي دم، تشوفي قتل. الامر ده بينذر بشيء خطير، لانه زي ما قلنا زمان، كان زمان يعني كان وزاره الداخليه مثلا كل سنه بتطلع كتاب اسمه موقف الجريمه في مصر خلال سنه. أيوة. كتاب قد كده، انا كنت احب قوي اجيب الكتاب ده واقعد احلل فيه واعمل منه تحقيقات، لانه كان بيديني تصور محدد بالارقام. جرائم القتل السنه دي كانت قد ايه؟ في القليوبيه اكتر ولا الشرقيه؟ الستات اكتر القتله ولا المقتولين؟ الدوافع كانت ايه؟ الحوادث الكتيره، القتل كانت في الصيف ولا في الشتاء؟ فاني فصل احصائي وتحليلي، تحليلي فوق النصب اللي مش بطل. انا ما اعرفش الداخليه اكيد بتعمله، لان ده شغل مصلحه الامن العام، بس مش بيوصل لايد الصحفيين بشكل متقدم. انا بعتقد انه الصحفيين الصحفيين يعني مش مهتمين. انا كنت بحرص ان انا اروح مصلحه الامن العام، لانه انا ازعم انه النهارده يعني الزملاء الصحفيين ما كانوش، يعني برضه مش عايز ابقى محمل عليهم، لكن احنا بنشخص واقع. ما اعتقدش ان في حد عنده مصادر زي ما كان الوقت اللي احنا عايشين فيه. لان ده عارفه بيعمل ايه كمان؟ انه عندك مصادر وخير هيحس ده قوي، وسامي وانت برضه هتستشعري مننا انه وجود المصادر معاكي بيوجد داخل جهاز الشرطه ناس انت بتحسي ان هم مهتمين بالقضيه كرساله زيك. لانه ضابط الشرطه رسالته ما بتختلفش عن رساله الصحفي. هو عايز يقلل الجريمه بانه يخليه عظه ويقول لك ان ياما يعني. في مثلا بمناسبه الكلام، الله يرحمه اللواء ممدوح الجوهري، ده كان مدير مبعث الجيزه قبل ما يبقى كان في مبعث مصر، رئيس مبعث الشمال. فكان في قضيه قتل من اللي بنتكلم عنها دي، فالمتهم متحدد، ونظرا لان احنا كنا في نوع من انواع التواجد، فكنا عارفين ان في قضيه بس مش معروف بس ما اتمسكش. فكان في زي عرف ان احنا يعني هنستنى عليهم شويه لحد لان انا هبوظ الشغل. انت كنت كنا بنحضر معاهم الاجتماعات هما بيحطوا الخطه، ولا تجرؤ انك تنشره مش خوفا، في التزام، في التزام لحد ما جاوب نفسه. يعني جهوده مع ظباطه ما وصلتش الحاجه، قال لي تعالى لي بقى احنا ما عرفناش نجيب الوقت. بص صوره اهي، صوره البيت اهي، وعايزك تكتب الموضوع بشكل انساني قوي، بحيث ان الولد ده لو مختبئ مستخبي عند حد يبلغ عنه يجيبه. الجورنال 12 ساعتين اتمسك في دمياط. دي رساله بقى، دي رساله من الرسائل. صحيح، دي رساله. خدي بالك ما ننشره كمان المفروض يبقى رساله تشيع الامن في البلد. طب اذا الموضوع كان خلينا نقول التكاتف والمصلحه العامه اهم من السبق وقتها. طيب استاذ سامي، خليني اقول في ناس كتير جدا بتقول ان ما يحدث الان من نشر تفاصيل للجرائم اللي هي كانت في الاول صدمه وبعدين تم الاعتياد عليها هو السبب في فكره المحاكاه دي، ان بيتم تكرار الجريمه اكتر مره. زمان ما كانش بيتم الاهتمام قوي بنشر تفاصيل الجريمه لان ده بيعلم الاخرين. تمام. يعني قصه الدكتوره الجامعيه واخوها يمكن سمعنا عنها في الزوج وزوجته قبل كده من اقل من شهرين ثلاثه على نفس موقف مشابه. صحيح. بنفس الحادثه. اذا الصحافه متهمه في هذه الجزئيه، الافراط في نشر التفاصيل. المتهم هنا مش الصحافة، أمال المتهم هنا البوابات المختلفة اللي بقت تنشر كل ده. مثلا زمان على أيام الأستاذ صلاح والأستاذ خيري كان عندنا أخبار من أيام الحجر والجير يعني. معلش يا سيدي، احنا آسفين، احنا آسفين يا أستاذ صلاح. الأساتذة يعني. لا صحيح، هي أجيال. صحيح، كانت مدارس، احنا اتعلمنا منهم واحنا بنعلم الجيل اللي بعدنا، والجيل اللي بعدنا هيجي الجيل بعده هيتعلم منهم وهكذا يعني. أنا بتكلم في فكرة دلوقتي حضرتك مثلا الفيديو بتاع الست اللي حرقت ولد في الهرم الله يرحمه وصل لكل واحد في مصر عنده موبايل. صحيح. تمام. لكن مثلا في 2000 قبل انتشار الموبايل بشكل فيه عمق وفيه فيديو وفيه كذا وفيه كذا، وقبل انتشار الكاميرات، كان اللي قاعد ده بيشوف بس الجورنال ويشوفه في ايد جاره او في ايد الراجل اللي ساكن معاه في الشارع او في ايد المدرس بتاعه اللي هو طالب في المدرسه، فكانت المساله محدوده. تمام. امتى توصل الجريمه للكل؟ لما تتذاع في التلفزيون، لما كان عندنا القناه الاولى والقناه الثانيه بس.
شويه من 20 من من 2004 ل 2005 بدات التوك شو. الاستاذ خيري كان منور الدنيا في البيت بيتك، واحنا كنا في 90 دقيقه مع الاستاذ صلاح ومعتز الدمرداش، فكانت الجريمه هي السائده وهي طبعا السخ اللي بيجيب مشاهدين. طبعا طبعا الدم هو من يصنع الاخبار. تمام نيوز. نعم. فهنا المساله مرتبطه بفكره الانتشار الواسع للسوشيال ميديا. انت ما تقدريش تسيطري على جريمه، بمعنى لو حصل مثلا حظر او منع لنشر جريمه وتفاصيلها لظروف اخلاقيه او لظروف التحقيق، مش تقدر تعمل كنترول على الناس اللي على الفيسبوك هينشر. تمام. فهنا المساله الصحافه انا شايف انها على المحك، يعني احنا مش عارفين نعمل ايه، بنسيطر على قد ما نقدر. لا والله يا سامي خليني اقطعك، معلش انا اسف، اقول لك حاجه عشان بس يبقى الكلام متصل. لا هو انت بتقوله ده تشخيص سليم في جزء من المشكله. بس انا بقول انه يا خيري واستاذه كريمه، الصحافه زمان ما كانش مساله اتساع جريمه من عدمه، لا انت رايح عشان تحقق الجريمه، بمعنى يعني انا ما كنت اروح احقق او اشوف جريمه، انا يهمني انقل التفاصيل التي لا ترد ولن ترد في الخبر. طبعا احنا كنا بندور على جزء انفراد. بالزبط. القصه في اخبار اليوم مختلفه عن الاهرام. صح. وهي نفس القصه. وده ليه بقى؟ لانه انا هقول لكم على حاجه طريفه يعني هتضحكنا شويه ولكن هتبين لنا يعني اهداف. في مثلا قبل 30 سنه ولا حاجه، فكان في 77 سنه قتلت جوزها 80 سنه. فروحت انا شغلني الامر يعني غريبه، فروحت اعمل معاه حوار في مكتب مدير المحكمه قبل ما تروح نيابه. كنا حريصين على ان احنا لازم ننزل نقابل المجني عليهم والمتهمين وكذا، لابد. الراجل ده عمل غير طبيعي، لازم توثق شهادتي. عمل كده ليه وما تقعدش تعدل؟ فروحت للست بقى كبيره قوي يعني، فبقول لها يا حاجه ايه بقى؟ قالت تسكت يا رفضها، ده مغلبني، ده من ليله الخطوبه وهو يوم ازرق، ليله ما جه يخطبني الحرب العالميه الاولى قامت. وشوف الست يعني، ولانه فعلا احنا كنا في اول الثمانينات ولا يمكن، وهي طبعا بعد 70 قبل 40 سنه، فكان حد فعلا. لكن هي ما قعدت اخش معاها في الحوار، انا بقول لكم دي الطريفه اللي اشد بقى الحوار، لكن بقيت التفاصيل انه الست اتكلمت على علاقتها بيه، طلع معاش وبقى عنده تصلف شرايين وبقى مريض، ولادهم اتجوزوا، واولادهم الست قالت انا اتحملت عن ولادي، استاذ جامعي سفير دكتوره في الجامعه، اتحملت عنهم كل العبء ده، بس في الاخر زهقت. ده جرس انذار، خدي بالك الحدوته دي احنا بنقولها للمجتمع عشان نتفكر كلنا هنبقى كل راجل يراجع نفسه في معاملته وفي طريقه تعامله. هنا كان الهدف قد تنفجر في يوم من الايام. فهنا احنا الهدف ايه؟ ما هو ده اللي انا بكمل بيه كلام استاذ سامي بقى، انه مش كفايه ان انا انقل الخبر، انا النهارده لازم اعمل نوع من انواع البحث. كان عندنا في حاجه اسمها المركز القومي للبحوث الجنائيه والاجتماعيه، كنا على طول منتدبين ثلاث ارباع ناس ان احنا دوشينهم، اذا في جريمه قتل مثلا وتكررت فنبدا نشوف رايه، اذا في حدث معين بنشوف استاذ علم اجتماع عشان يدي يصحصح المجتمع يعني ينتبه رايه المشكله فين عشان نقدر نحلها. ممكن ما تتحلش، ولكن في الاخر لان هو الجريمه اصلها ممكن ما تحسيش بنتيجتها مباشره، ولكن ممكن تدي عظه او تدي عبره فما يحصلش جريمه زيها او ما تزيدش، وده مش هتحسيه ولا هيحسه، لكن مش هنتوسع زي اللي احنا فيه. انت عارفه بالظبط احنا في حاله بالظبط كانه في عربيه او في قطر ماشي من غير فرامل ولا يوقفه احد. طب ايه اللي ممكن يوقفه بقى بعد الخبره دي؟ ننتبه. لازم يكون اهل الاعلام، وانا بقول ده انا منهم، مدركين ان لهم رساله غير نقل الاخبار، خصوصا في زمن الصحافه التقليديه راحت. النهارده زمن صحافه المواطن اللامسؤول، اللامسؤول اخباريا. اللي ما عندوش وعي كمان. اي واحد معدي ممكن يجيب يعمل سكوب في ثانيه، هبقى قاعد ويعدي مثلا حد قدامي مهم قوي فيحصل حدث فصوره بالموبايل فحطه على السوشيال ميديا فجيب مليون مشاهده. ده مواطن، صحافه مواطن مش مؤهل، زي الست اللي كانت في قطر من شهرين ثلاثه ومش عارف العسكري لا خد 40 جنيه يا ابني لما تاخدش، فجاه بقت وطلبها الرئيس وطلبها وزير الدفاع وكرمت. ده هيحصل. مسؤوليتنا في الزمن ده اكتر من الزمن اللي عدى، انه لابد يبقى مدركين ان احنا لازم ناخد بايد المجتمع نتيجه للانتشار. ايوه الوحش طبعا يتكرر نتيجه طبعًا للانتشار. بالزبط. كيف نعدل مسار القطار بالزبط اللي هو انطلق ده ومش قادرين نوقفه. بالزبط. وانت من جيل لسه قدامك كتير طبعا ومسؤول عن شباب وحاجات كده، ازاي نعدل مسار القطار؟ انا شايف ان التعديل من ناحيتين،
التعديل من الناحية الصحفية والإعلامية إن دلوقتي الباب بقى مفتوح للزملاء كتير إن هم يخشوا المهنة، فلازم الزملاء دول صحفيا وتلفزيونيا يكونوا مؤهلين ومدربين. ويمكن الأستاذ صلاح عايش معنا فترة طويلة في التأسيس لبرامج، وكنا ازاي بننتقي ناس وازاي بندربهم وازاي ما يطلعوش قدام الكاميرا غير بعد فترة طويلة جدا. ده بالنسبة للصحفيين. صحفيين كمان لازم يعرف الصح والغلط فين، يعرف نقاط التوقف فين. إذا كان ده غايب في المؤسسات الصحفية اللي هي مفترض بتولد الصحفيين. والله مش عشان احنا على الهوا، انا على قد ما اقدر وقد ما املك من الوقت انا فاتح صدري وداني لكل زمايلي في المؤسسة وبديهم كل ما املك من 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 خبرات. تمام، بنتكلم كمان على فكرة المجتمع. يعني احنا اتكلمنا عن الصحافة، المجتمع كمان لازم يكون في دور للمدرسة وفي دور للبيت وفي دور للمنظومة بشكل عام. يعني لو كان في بقى للأدوار دي ما انا هقول لحضرتك مثلا قصة الأسرة بتاعت المنصورة اللي الولد خد أخته وخطفها وحطها في العربية، ولولا 67 ثانية تصورت الواقعة فيهم بموبايل حد من الناس، صورها متكتفة ونازلة شبه عريانة من العربية، كان ممكن تخيل على المباحث. يعني المباحث شاطرين كان هيوصلوا، ولكن هي سهلت المهمة ان تطلع الأستاذة الجامعية دي مجني عليها. تمام، هنا لو في أساس صح ندول آسف يعني في ترابط أسري ما بين التلاتة يا أستاذ خيري، ما كانش هيحصل نزاع على ميراث، ولا كنا نشوف التجاوز، ولا كنا نشوف العقلية توصل للفكرة دي. يا ابن الصعيد، يا ابن الصعيد، ما انت عارف ان جزء من الثقافة ان المرأة ملهاش مراس وما نديش مراسنا لحد غريب. بياخدوا دلوقتي يا عم خيري، مش كلهم، لا لا، في الصعيد بياخدوا، وفي القاهرة بياخدوا، وفي كل مكان. انا مش بتكلم على الصعيد تحديدا، انا بقول لك الثقافة العامة بتنظر ان المرأة. بس احنا هل الثقافة العامة دي هي اللي تحكمنا واحنا في 2020 و2021؟ مش معقول. هي بص يا سامي، كمل كلامك، انه اللي انت بتقوله ده برضو مشكلة الاعلام، بمعنى انه النهاردة يعني استحضار دور الاسرة مش هيجي الا بالاعلام. والاعلام هيجيبه ازاي؟ بان انا بقول لك ابقى حريص وانا بشتغل، مش على ان انا اجيب خبر وترند وحارب المواقع اللي انت بتتكلم عنها دي. على راسنا كلهم زملاتنا وحبايبنا ونعرفهم او الى اخره، ولكن بيشتغلوا بلا بوصلة. خلينا نبقى واضحين، خيري سأل سؤال واضح. وبيني وبينك عشان بس الناس تحترم اللي احنا بنقوله، ربما يكون كلام حاد ولكن لابد يبقى مفيش فيه هزار. البوصله غايبه في الاعلام، لابد ان يكون لدى الاعلام بوصله. بوصله يعني ايه؟ يعني تبقى عارف انت رايح فين وجاي منين. اذا انت حتى انك كده ماشي على حزب الريح ما يودي، هتلبس في حيطه. البوصله غائبه في بعض الاماكن وليس في كل الاماكن. عندنا بنتكلم عن مؤسسه او لا، انا الاستاذ صلاح بيتكلم بشكل عام. بشكل عام المهنه تحتاج لبعض او مزيد من الانضباط علشان المنظومه تكون على تراك صحيح، لان نجاح الصحافه هو نجاح لاجهزه الدوله، نجاح لوزاره الداخليه لما تشتغل طبيعي. نجاح في عرض المعلومه كمان بشكل كامل، ان هو يرجع تاني متماسك. احنا هنا في حديث القاهره من خلال الفقره دي اللي احنا عملناه ان احنا بننور على ان احنا عندنا مشكله. الصحفيين وهما بيتكلموا بمنتهى الواقعيه على موجود في مجتمعنا، ليهم جمله في الاخر عايزه تتقال، وهي احنا بنعمل اللي علينا وبنحاول نصحح الاخطاء اللي عندنا، وبنحاول قدر الامكان كمدارس وكاجيال ان احنا نقول علينا 1 2 3 نعمله. وده طبعا احنا بنشكركم عليه جدا، لكن الكوره دلوقتي هتكون في ملعبكم انتوا كمان. انتوا كمان بقيتوا صحافه متنقله بالسوشيال ميديا والتليفون والحاجات اللي بتنشروها. فكره ان كل واحد يبقى رقيب نفسه، لو حابين مجتمعنا يتطهر من كل الحاجات الصعبه اللي شايفينها فيه وجرائمنا العائليه، يعني تماسك عيله زي ما قال ضيوفنا الكرام، ده اعتقد جزء من الرساله اللي هنحاول نقولها للناس. معاكم النهارده وبنشكركم جدا على كل يعني اللي عملتوه معانا النهارده ووجودكم. شكرا جزيلا استاذ سامي، شرفنا بوجودنا معاكم جدا. انتوا نورتوا الاستوديو الجديد وبوجود الاستاذ صلاح. سعداء بيكم جدا، انا مبسوط جدا ان انا معاكم، ده شرف لينا. طب ممكن قبل ما تختمي بس عايز اقول حاجه، كما بدأنا البرنامج بخبر، كنت بتكلم مع صديقي الفنان محمد هنيدي. انتوا تابعنا معاكم وهنيدي دخل معانا هنا واتكلمنا على اللعب اللي عمله مع فان دام، وفان دام علق عليه وبعت له وهو رد عليه وخلافه. حصل تواصل ما بين مكتب فان دام ومكتب محمد هنيدي ومدير الأعمال وخلافه، اتكلموا مع بعض. فعلا في فكرة فيلم
في طرح للنقاش. فندام على السادات يجي مصر، بس فندام عنده حلم، عايز يقضي عيد ميلاده قدام الاهرامات. وانتوا فاكرين ان هنيدي طرع عليه وقال له تعالى نتصارع قدام الاهرامات وانا افرجك. أيوة، بس تبقى متكتف نتحدى بعض. فندام فعلا من خلال مكتبه بيعلن عن رغبته في انه يجي يقضي عيد ميلاده في الهرم. انا برميها لرجال الاعمال وبرميها لوزاره السياحه والاثار والسياحه. هو ايه المانع يعني؟ هتبقى هياخد كام يعني؟ اللي انا سمعته ما هوش مبالغ خالص، بس حدث فان دام وهنيدي في معركه ونعمل لهم حلبه ويبقوا مع بعض ونقدم صوره من الاهرامات رائعه جدا، والرعاه يبقوا موجودين. صحيح. مصر مش هتدفع حاجه، الدوله مليم. مش هتدفع حاجه، هتكسب دعايه ورجال الاعمال هيكسبوا، وممكن نجر رجل فان دام ويبقى في تعاون فني ما بين فان دام وما بين الفنان الكبير محمد هنيدي، وتبقى حاجه لطيفه. اللهم بلغت، اللهم فانهي. ممتاز. احنا كمان طبعا يهمنا ان بلدنا خطوه بخطوه تبقى احلى. وجميل الدعوه اللي اتقدمت هنا من حديث القاهره من خيري لكل الحريصين على يعني ازدهار السياحه في مصر، وان اسمها يبقى مرفرف دايما دايما في كل حته في العالم. خلصت حلقتنا خلاص، واكيد الختام مع ضيوفنا الكرام بشكرهم. شكرا جزيلا استاذ صلاح. شكرا جزيلا استاذ تاني. شكرا جزيلا. والى خيري. أنا بعتذر، بكرة أنا مش معاكم، عندي ظرف خاص. زميلتي كريمة بتفرح جدا وأنا غايب وبتحس إنها في أحلى حالتها، ويعني حاسبها تنطلق وأسيب خالد يقف وكده. وأراكم بإذن الله الأسبوع الجاي، وأسيبكم بقى بقية الأسبوع مع زميلنا العزيز الإعلامي الكبير إبراهيم عيسى فيما يقدمه من رؤى مختلفة تماما. مصر بخير طول ما أنتم بخير. تصبحوا على خير.